رغية تنمر بانت تدري تصدق علي اللي اقول لك شيء تصدق لو مثلا كشفته في الشتاء مو بياخذ كل شخص ياخذ معه شيء سفري حق النوم صح الا علي باللبده ما ياخذ قول ليش ليش تلحب تدري تدري انه يسمع بكره تدري انه يسمع بكره ايش يصير ملعون اثنين كبار تصدق تصدق علي اللي بدال لو جلست معه ما تقدر تب اقول له يسمع لبنيتك حبيبي حبيبي والله صدق كرهتك انك تاكل مع الحواس الخمسه اقول لي خشم اذنين فك اذنين اذنيكم اثنين ذولي يلا دورنا 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 ايه ايه دورنا الجهاز جهاز عندي ذبد احد بقى الابدان قدنا الكهرباء راح ما راح المستشفى ينظمون ملقها ورع دورنا 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 زين دورنا 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 يلا يلا دورنا يا يلا ديدي يلا ديدي ما في حد يدب اهل انا يلا يلا اسلم اسلم ذب 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 يلا ذبك ذبك يلا عيد الاول دقيقه 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 اسوء اسمع الذبه اول شيء نختار بهاج سلقة الشعيب دقيقه نبدا نذب عليه طيب الله يمحق عليه افطر اسكت اسكت باند باند خايفين اقول خايفين والله ما اعرفهم من عيني باند باند طاح الفور يجينا حطونا عير لا تربى ما عتي هذول ورع لكم الضحك اقسم بالله والله ان انت جدولنا عليهم يا كيف جابها انا اتجنبها من زمان ترى والله بطل اقسم بالله العظيم انك قلت لا طيب خلنا نقلب على بعض تكفى ذبذب مسعود نو ذبذب مسعود تكفى اطلع الوجه وذبذب بسرعه لا تفكر لا تفكر جيب لي خاطر لا 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 تثور بالخبا اوكي خلها كذا واحد اسمنا واحد تكفى ذا في ذبات وايد قبل شيء كانه ارضط المزيد علي علي ايش فيك ما عاد تمشي ولا دولك لا لا ما علي علي من علي ذا هو لا 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 اسس ركمل لا لا هذا وين راح قبل شيء كان باث ما هو الشمري طوني لا طوني يجيب لي بانجولد ما عنده بريكات يا طيب شو هيدا تبى واحد جديد يا اخي مالك سبب علين وقولا طيب اصبر اصبر خليني اشوف التوب الاول منهم ترى مع التوب الاول داعمين كله لا شو لا لعلمين التوب لا لا رجال تطلب التوب الاول والله هذا شوف النثقه العمه لا بطل لا انا اشوف انه ونيس ماشي نور نور ناقص نور رضاعه قصدك إيه مو هو بثقه صح إيه نور عشان كذا مو واضح البث نور عندكم جبار ابوك تكفى ان كانك ابو كاتم ذا تعال ابيك تكفى ابو كاتم ابيك تكفى ابو كاتم ابو كاتم تعال تعال ابو كاتم ابو كاتم صدقي ابو كاتم تعال 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 خلني اضحك يا ابو كاتم ترجع افتح كام عشان اتاكد خلينا نشغل النظام يا رب ما يخصم علي السلام عليكم يلا هو عارف النبره الو هلا ومرحبا بهاج ارحم مليون ارحب ان طال عمرك ممكن دقيقه بس دقيقه هلا هلا ومرحبا ارحب ان طال عمرك حياك شلون بخير جعله وجيه بخير يا رب تاك طيب ابد نحمد الله مكاتب المكتوم طلعت معه لابس كمام ولا عمرك لابس كمام طال عمرك ما في ثقة بالأهل شيء أحد تسوي بكاتب أحد من عواري اسم العدو تقدر تفتح بث
مو بالحين وقت ثاني ابشر على ذا الخشم تامر الله. كيف انا احس يعني مع ان ابو كاتم في يوم كان في بدايه ما هو بنفس ابو كاتم يوم كان في شو اسمه في الواقع في الواقع مقدم مو مش برنامج. طيب تخاف من ترك الدوسري؟ ما في احد يخاف من احد، هو احترام بس ما له دخل خوف، ما في علاقه بينه وبين ترك الدوسري ابو سلطان، بالعكس ترى قابلته. انت تدري انه يقدر يمسكك الباب مثل ما كنت تمسك الناس الباب ابو سلطان؟ نعم. شوف هذا سؤال دبلوماسي محنك، ولكن الله يقوي. يعني الان يعني أنا ابو سلطان يعني انا عقدي مع القناه مو مع ابو سلطان، انا مع ملاك القناه، ملاك القناه هم اللي استبعدوني، وعقد محمد بن منصور مع ملاك القناه واستبعد. طيب كيفهم هذا شيء شان، واتوقع في كان تغريده للمدير التنفيذي صالح حسين انه هذا قرار اداري. طيب انا اسالك سؤال دالحين، لو ترك الدوسري قال تم استبعاد ابو كاتم، ابو كاتم يستبعد ام لا؟ لا تستبعدني القناه. حلو، يعني وبالاخص 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 ممكن وبالاخص ممكن سامي، يعني هذا تصريح يصنف ان ابو كاتم هو مالك قناه بدايه. ابو كاتم مالك قناه بدايه. اهدا يا ابو سيد نفداك، يعني ابو كاتم ما راح هو مالك قناه بدايه. لا مالك، مالك طال عمرك مالك معروف العريفي. طيب ليه انت في معنى كلامك قبيل بدايه انت الواقع ان ما يستبعد الا الملاك. اي بس انا اتكلم كمتسابقين، دائما مشرف البرنامج هو المسؤول. طيب ففي تسلسل في بهاج في تسلسل في كل شيء في الحياه، حتى في بيتكم في تسلسل، في ابوك بعدين اخوك الكبير بعدين اللي اصغر منه اللي اصغر اللي اصغر، حتى في الادارات والشركات والشغل ما يجي صاحب قرار طال عمرك يتعدى القرار الثاني. انا اتفق معك في هذا، حلوه جدا. أيه. كلامك جميل جدا، اتفق الشحن يوم تقول وش اسمه يوم تقول في البيت القرار يجيك متسلسل. طيب اللي احنا عرفناه ان البرامج الواقعيه لها شخص واحد يستبعد على مقدم وعلى وش اسمه وعلى متسابق. اي بس في قرارات اداريه احيانا ما يتخطاها المشرف ولا يقدر يتخطاها ايش ما كان الاسم. طيب ابو سلطان ولا ابو كاتم ولا ابو ناجح، ابو كاتم نجح وهو مقدم الحمد لله، المشاهدات هي لو تشوفها الحمد لله. هل المشاهدات مقياس؟ مقياس، الارقام هي اللي تجيب. هل هي نجاح؟ ايش نجاح بهاج الحين في بث التيك توك؟ ما في نجاح. كيف ما في نجاح؟ ليش تبث؟ فضاوة. وش فضاوة؟ واحدة من ثنتين، يا تدور الدعم طال عمرك الاسد وما غيره طال عمرك، ولا تبغى ارقام مشاهدات؟ تحس اني مقدم فاشل؟ لا اسد حلقي. ابو ناجح من؟ ابو ناجح اني ابو ناجح كتم في فقرته؟ وش ال ابي اصيد جوهم عشان ينادوني في الروشه. يلا ابي اشوفك بالسينما مع ابو ناجح. سموني مسميات. هل تشوف اني مقدم ناجح ولا اسد حلقي يا ابو كاتب؟ والله ما اقدر احكم يا بهاج، يعني مقومات الاعلامي في كل شخص او ان يكون مقدم، بس انه يبغى لك تشد الحيل شوي اذا تبغى تمسك المسار محدد، لانه كمقدم في عده اشياء. في مقدم رياضي، في مقدم سياسي، في مقدم برامج واقعيه، انت تحدد وتقرر وش اللي تحتاجه. ابو كاتم سؤال لبيه يا اخو، يقدر يجمع بينها المشهور بشكل عام، يقدر يجمع بين مقدم ومشهور سوشيال ميديا كتيك توك وسناب شات؟ يقدر، سهل الموضوع. ابو كاتم سؤال. اسلم اسلم مسعود. ما قصرت، ما اسفين على الازعاج وكذا. لا والله صاحي بدري طال عمرك، ما عندي شيء، قلت خليني ادخل التيك توك واشوف بهاج بعد، قلت خلنا ندخل. يا لبى قلبك يا ابو كاتم. والله مرحبا بك، يزودنا والله يشرفنا. بس الحمد لله يا ابو كاتم، ودي اني اعمل انا وياك ان مقدمين يشرفني العمل مع خامه اعلاميه مثلك، بس الحمد لله العالمين، الحمد لله انك ما كنت علي سلطه عليا، ولا كان انا الان في تم القبضه. ورب اسمع ابو كاتب، ورب الايمان اكون معك صريح شوي، أسلم يا الاشياء اللي طلعت بين ابو كاتب والمتسابقين
الا وانها بي بهاج ان تذابح انا وياك يا ولد انت انت كنت يا ولد تجور يا ولد وكنت يا ولد يا ولد اتوقع الناس كلها يرتفع ضغطها الا انت انت ما يرتفع ضغطك كذا الله خلق ما يرتفع يا ربي لك الحمد يا بهاج بس خليني اقول لك شيء بهاج بهاج انت ممكن شاركت في برنامج الواقع 3 شهور تمام ممكن قبل البرنامج ما كنت تعرف السياسة ولعبة برامج الواقع ولكن الحين ما شاء الله تفهم برامج الواقع وعارف وش اللي فيها وش ما فيها فإذا تبغى تصير مشهور طال عمرك وخليك نمبر وان تعال قدامي ولا أنا غلطان بس عبد الله الشهراني نمبر وان ولا جاء قدامك مسعود نمبر وان ولا جاء قدامك أكيد 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 أكيد, أكيد, أكيد شوف بس إنه في أحداث تصير في برامج الواقع تخليك مشهور نعم يعني تقنعني إنه ما صارت لك أحداث في برامج الواقع اللي راحت برنامج البرنامج سكريبت ولا كان البزنس البرامج الواقعية قائمة على الأحداث طيب حتى الحين حتى السوشيال ميديا الحين بهاج قائمة على الأحداث يا أخي يعني خليني اقول لك انا وياك طال عمرك الحين بهاج سوينا بث بثين ثلاث طال عمرك واسمعني وياك سيناريو طال عمرك وتهاوشني وياك اسبوع الجاي حيضرب بهاج ابو كاتم تهاوش شوف بث تيك توك يلا وخذ لك موال طبيعي يا بهاج الحياه هي كذا ماشيه الرياضه هي ماشيه كذا شو اسمه السياسه ماشيه كذا كل شيء ماشي كذا بالاحداث طيب مسعود بن شعبول بغى يسألني سؤال طال عمرك ولكن ما خليته يسألني يلا مسعود لاني انا داري ان سؤاله تدري ابو كاتم تدري ايش يقول مسعود والله جدا. العظيم لو اني تقابلت انا وابو كاتم وكان علي سلطه عليا ويستبعد اني ما اطلع ولا اشوف شيء كلام وجهه نظره مسعود احترمها ولها الاحترام والتقدير عندي سؤالك ابو سالم اتكون محترم مره تكفى يا ابو كاتم ما اقدر انا اخوك ليه؟ مخاتم بس لأنه دائما طال عمرك الاحترام هو اللي يفرض نفسه عليك وعلى الأشخاص اللي حولك فأنتم ناس تستحق أن نحترمهم ولهم التقدير حبيبي أبو كاتم سؤال طيب قبل أخوي مسعود واللعنة والله ما تسأل خلوه يسأل خلوه أبو كاتم سؤال يعني أتمنى أنك تفهمه بالشكل المطلوب وأتمنى أنك تجاوبني بكلمة واحدة بس طيب كلمة واحدة لا ما في تعطيني سؤال بالشكل المطلوب اللي انت تبغاه وتبغاني اجاوب بالطريقة اللي انت تبغاني اجاوبه انت بتجاوب بالكيف اسلم يمكنك ما تفهم السؤال فاخر شيء بس لا بخليك تشرح لي السؤال اذا ما فهمته لا انا ما سالتك لو انا متاكد انك بتفهم اسلم ما يفهم الاسئلة هذه لناس دون ناس اسلم وش رأي ما يحصل في المجتمع التالي في القطب الشمالي مترامي الاطراف الله سؤال لدرجة إنه خل بهاج يسج بعيد يصرح بعيد عيد السؤال مرة ثانية تهرب من السؤال لا ما تهرب بس أبغى أفهم السؤال ما رأيك فيما يحدث في المجتمع وترامي الأطراف في الآونة الأخيرة كلنا فهمنا كلكم فهمتوا أنا والله ما فهمت لحد الحين والله إنه واضح فاهم تتهرب من السؤال مشي معك لبد خلاص شكرا انا طالبك تعيد اخر مره ما اقدر طلبه طالبينك المره الثالثه عيد الرجل ما يبي يجاوب كيف المره الثالثه عشان خاطر وش رايك فيما يحدث في المجتمع التالي في الاونه الاخيره من ترامي الاطراف يا استاذ ابو كاتم استاذ مكرم فهمت ولا فهمك ما رايك في اخر ما يحدث في المجتمع ما رايك في القطب الشمالي ما عليك في القطب الشمالي ما ادري عن القطب الشمالي ما رايك انت الحين الله مالي رأي في ذا الموضوع لأني صدعت من ذا السؤال حسبي الله على عدوك الإجابة الإجابة هطل الله في عمرك في عمرك يا بعدي لا إلى بهاج أوجه له السؤال اسمع الإجابة الدبلوماسية عشان كذا يا أبو كاتم إحنا نجحنا شوف كيف العمق فهم شوف عد السؤال وجه لي يا أستاذ مسعود هو بندق أوجه عد سؤالك طب عد سؤالك عدتي خليك مرتب في 7000 يوم تعلم يا ابو كاتم لا بقول ابو كاتم شغله ترى عادي تتعلم ابو كاتم لا والله جد اكيد اتعلم يا اخي الحياه تتعلم فيها لما تموت طال عمرك الله يطول بعمركم كاتم سؤال بس اسلم بقول لك كلمه وجاوبني طيب كلمتي طيب اسلم جاهز لا ما راح ترمي بدايه ما رايك في
يعني الحين تسألني ذا السؤال بسرعة تبغاني أجاوب؟ لا لا بقولك أنا كلمتين ذي وواحدة عقبها ونجاوبني بكلمة. طيب ما والله أنا ما فهمت عليك، يعني الحين تسألني عن بداية وتبغاني أجاوب؟ مثلاً 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 لا لأنه شطح، أنا لحد الحين ما عرفت هو هل هي فقرة أسئلة عشان أكون مستعد. إيه خلني أشرح لك، أشرح لك اللي أنا فهمته من أخوي مسعود، شوفني فهمته منه الصدق. ما رأيك في المجتمع في الآونة الأخيرة في القطب الشمالي؟ لا لا ما رأيك في بداية، وما رأيك في قناة الواقع؟ لا لا قناتين منافسة لبعض طال عمرك، وكل واحدة لها فكرة برنامج مغايرة، وكل واحدة تنافس بينهم جميل، وبالعكس أخويانا في قناة بداية أسلم. كم راتبك في الواقع؟ الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد. هذا قلب ابو كاتم وانت متسابق. انا ما ادري المشكله انه ثلاثه يسالون الاسئله، انا ماني عارف الاسئله اللي قاعد تجي. اخر سؤال ابو كاتم، متابع السكريبت؟ متابع السكريبت؟ شوف تبغى الصدق، من بعد من بعد زد رصيدك سبعه والكل يعرف، ما عاد أتابع برامج واقع صراحة. حتى الميركا اللي كنت أنا موجود فيه ما كنت أتابع، وحتى ريد سيركل ما كنت أتابع، وحتى الحين طال عمرك أنا ما أتابع. أنا مشكلتي لأنه ممكن انشغلت في أمور ثانية بعيدا عن السوشيال ميديا، أكون معك صادق. كملت ريد سيركل؟ لماذا ما كملنا طال عمرك ريد؟ لأنه ممكن عشان التصاريح كانت فيها مشكلة. أي مهنية كيف تعمل في برنامج ما فيه تصاريح؟ الله. لا كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه تصاريح طال عمرك، بس ما لها دخل مهنية. عشان كذا نجحنا. ما لها دخل مهنية، بس إنه كان مشكلة إنه التصاريح بس. طيب. فطبيعي إنه أحيانًا إنك أنت في ملاك وفي قناة إدارة. يعني شوف زي الحين سامي أو أنا، ما إحنا أو سامي إنه ما هو مسؤول عن القناة والتصاريح اللي موجود فيها، اللي مسؤول عنها ملاك القناة. ومدير التنفيذي. ما راح استلم منصب الا لين اشوف اوراقي واشوف تصاريح. انا كان لازم لا لا شوف 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 قناه الواقع الا اشوف تصاريح. اترك الواقع، بتكلم لك عن 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 مواضيع البزنس شويه. تمام، ممكن الحين اجي اعرض عليك وظيفه طال عمرك، اجي اقول لك تعال امسك مدير شركه، تمام، وامسك الصلاحيه 1 2 3 4. انت ما تعرف من هو الملاك، ما تعرف الاسهم، ما تعرف خلينا اقول لك التصاريح والتراخيص والأشياء هذه. أنت مدير شركة، هذه اللي أقل منك يمسك المهام هذه، إذا كان شؤون إدارية أو شؤون موارد بشرية أو شؤون موظفين، فأنت ما تكون ملزم بالشيء هذا. فخلاص تركيزك كله يكون أنت كيف تربح الشركة وكيف تكون في عملية توازن في الشركة. إذا تتكلم بزنس، ما تتكلم إنه أنا ولا سامي ولا لا لا ما والله ما ما, ما تجي ما تجي هي كذا. لو تشتغل في القطاع الخاص حتعرف الأشياء هذه، حتعرف الأشياء هذه كلها. ليش الشركات تستعين بمحامين؟ ليش الشركات تستعين بمدير موارد بشرية، بدون شؤون موظفين، بالأشياء هذه؟ هو المسؤول، أنا أجي حاسبه. فكسامي كان مدير القناة ما كان له يد بالتصاريح أو منه الملاك أو السجل التجاري، لأنه كان فيه مكتب محاماة. هل أنت ولا أنا بنجي أفهم المحامي؟ لا ما حتجي. طيب عندي سؤال، ممكن أسلم بحاجة. بأي حق شخص مثل سالم حزام يصير ناقد؟ ما أدري. عبد الله الشهراني. والله. عبد الله. لو سمحت. أسلم بحاجة. بأي حق شخص مثل سالم حزام مكانه أنزل الناس منازلهم، مكانه تشل سلطان الهميلي من التعليق في صيحة دمنيف وتحطه، وتشل سلطان الهميلي وتحطه ناقد، وتشل مسعود وتحطه ناقد، وتشل عبد الله الشهراني وتحطه ناقد، بأي حق شو اسمه سالم حزام يكون ناقد؟ ما هذا من فقرة شيبان ويب ناقد من ظهرية وشموس من ظهرية إلى أقوى فقرة. واضح يا واضح. وين الواقعية؟ أنت ما خلت أجاوب شوف اسمعني، في جواب وفي رأي تختار بينهم. تفضل. أين أنتم؟ ماذا فعلتم؟ لن تصبح طيب خليني أجاوب كما هاد أخواتي الأسد، قلب الأسد، ديربيلو، كريستيانو رونالدو، ميسي، إحنا وين؟ قلب الأسد. طيب تبغى رأيي ولا تبغى جواب؟ قلب الأسد واحد، الكتالوني بيول مدافع برشلونة، هذا هو قلب الأسد، غيره ما نعرف قلب أسد.
أين أنتم؟ لن تصبح أحمد رحيم. الله واحد. وسكربت ولا شيء. لا تقارن. ما لعبة مقارنة هذه غلط. طيب لحظة خلني. ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ جنتل بيخلص. يلا نبوك جنتل بوابة عبور. وش تبكي عليه؟ أكثر برنامج أنظر مجنتل. ليه؟ جنتل. من هو ذا اللي صيح؟ من هو اللي صيح؟ سالم. سالم إزاي؟ أنا أبغى أعلمه يا أبو كاتم. أنتوا علمهم كأنه ما يدري. بعد بعد تعال خلونا أقول لكم رأيي. خلونا أقول لك رأيي. إبابة إبابة الكام علي وين؟ يمين ولا يسار؟ لا يسار. تدري ليه يبكي؟ عشان حطوه ناقد في بدن. طيب خلوني أقول شيء. أول شيء أسألك بمن خلك. وقف لو سمحت. سألتك بالله. أنت قبل شيء تبغى تسألني وراي. ما خليت السؤال أول أجاوب. بخليك بس خلني أضبط. أبو كاظم تعرف عنه صح؟ إيه حلو. وأنا أعرف من في البرنامج. حلو حلو. من يوم نور عام حنا نعرف أبو كاظم. حلو حلو صح. بجيب أبو كاظم في برنامجي. حلو حلو. بعد خبرة 10 سنوات في مكان معين بجيبه بقول أبو كاظم أنت فقرتك المطبخ. يا حلال ما تركب. صح. تخيل أبوك. أسألك بلا تخيل أبو كاظم. أنا ما حوافق. ولماذا؟ أنا ما حوافق. ليه؟ لأنه ما أشوف نفسي في المكان هذا صراحة. أنا أتكلم عن نفسي أنا يا أبو كاتم. جاوب والله أنك جاوبت. أنا ما أشوف نفسي في المطبخ وما أشوف نفسي مقدم فقرات. ولكن خليني أقول لك شيء يا بهاج. أول شيء الرجال فقرتك اللي في بزنس ملعونة والد. يا حبيبي تبي الصدق؟ قبل نضحك يوم تقول ما أجي مقدم فقرتك في بزنس ملعونة أم. يا حبيبي انا التواصل الاجتماعي برنامج قائم عليها الصدق. مع احترامي للبرنامج كامل بس يا ما انتم مقصرين. بس خليني اقول لكم شيء. اول شيء انه يكون مقدم او ناقد في الفقره هذه ما هي من صلاحياتي انا. هذه من صلاحيات فريق الاعداد واداره سامي. ما انا مالي دخل فيها. انا في القناه ترى هذه بس مجرد مقدم. والله ما اتدخل في اي صغيره وكبيره او في اي تفاصيل. انا شخص يا اخي في حياتي العمليه أنا إنسان بزنس. البزنس معناه أنك تحترم مكان عملك. احترم مكان عملك. أنا فرضاً أنا بهاجة وصار في اتفاقية بزنس أنيا مستقبلاً أو عمل أو تسويق أو شيء. في احترام في العمل. فما أتدخل في أي شيء ثاني. والله العظيم لو يحطون مين مقدم فقرة أنا ما لي دخل. في إدارة هي مسؤولة. لو وقت ما أكون أنا صاحب الرأي في الموضوع هذا حتدخل وحتكلم وحقول 1 2 3 4. سالم أنا أحترمه في الجانب الشخصي. والله العظيم حتى في النقد أنا والله جايز لي أتكلم رأيي الشخصي. أحترموه رأيي الشخصي. والله تكوينة فقرة النقد اللي صاير الحين بدون تحيز أقسم بالله لها أبعاد اللي يعرف في برامج الواقع. نعم فكاهي واحد يرفع الرتم. أي واحد يرفع واحد عصبي. اسمع تخيل كلهم اللي موجودين محمد منصور سعود العتيبي فهد معيان عبد الخالق يناسب؟ لا كلهم جلادين. شوف فهد معيان هذا انا بالنسبه لي الرقم الاول الحين صار عندي في النقد. فهد معيان شوف انا ما قابلته الا مره وتعرفت عليه يا اخي. فهد معيان انا شخص رايي الشخصي زي ما قلت رايي في سالم اقول فهد. فهد يا اخي فهد ممكن ارفع قالي لك يا بهاج. فانا اقول لك فهد مرة أنا قابلته مرة أيام يوم هو وزياد وناصر حربي كانوا ماسكين عندكم البرنامج. قابلته مرة شخص صراحة ينحب ويحترم ولها التقدير. أكون معكم صادق واحترم الشخص هذا في الجانب الشخصي أنا. بس في الجانب التنافس يعني في تنافس لابد أن يكون في تنافس. حتى لو أنا رجعت بداية حيكون في تنافس مع الواقع. ولو رحت الواقع أو أي قناة ثانية حيكون في تنافس. طبيعة عمل. ولكن أول شيء مبني على الاحترام. احترم واقدر الكل ولا اخسر. بهاج انا قد قابلتك؟ لا. او مسعود او واحد ما قد قابلناك ودخلنا وياك بث الكين قبل شهر في التيك توك وسبحان الله من زرع محبتك عندي. انتوا الشباب ولا يهونون. صادق والله العظيم. وبعدها شفتك واضح اصلا من اسلوبك انك مستلب بالهرج من يمني. والله اني داعس يا بادي يا بادي. فكل الناس لهم احترام ولهم تقويه. في نهايه الامر برامج واقع ولا هو سوشيال ميديا الاحترام هو القائم بين. حتى لو انا تواجهت انا وبهاج واسأل أي شخص من زد رصيدك 5 إلى الحين قناة البزنس اللي هو مر عليه ما يقارب 10 برامج واقعية من 2015
بعد البرنامج أنا الكل أخواني، من يبغى فزعتي، من يبغى أني دعم، من يبغى شيء، يا أخي في نهاية الأمر ما راح يدوم لنا شيء في الحياة دي. بس برامج الواقع تطلب أنه أشد، تطلب أنه ننتقد، تطلب أنه نتهاوش، تطلب أنه زي كذا، بس معناها أنه نخسر بعض؟ لا لا والله ما يكون في بيننا خسارة. ولو يوم من الأيام أنا أقولها لك في ذا المكان، لو يوم من الأيام حسيت أني قللت من رجال ولا من أهله ولا من احترام ولا تقدير، والله ثم والله وتالله وبالله على هذا الوقت الصباح أني ما أستمر في برامج الواقع. إيش تبغى أكثر من كذا؟ والله والله كلام يا ابو كاتم جعل ابو يا يا بعد والدك يا بس والدك. انا لو اني انا مثلا لو انا مدير زي سامي زي سعود زي زياد، اول اثنين اطردهم علي الغامدي ذا، هذا اول واحد انا اطرده. ليه؟ ليه بالعكس، علي الغامدي ترى من الناس الممتعين في برامج الواقع. هذا ودي اطرده، علي الغامدي ذا. طيب بهاج، انا بسالك سؤال جاوبني بصراحه، اترك عنك هالغلط. اما سالم حزام من الناس اللي احب يا اخي، اقسم بالله ثم اقسم بالله حتى مره ينزل تغريدات عني وكذا ويسبون الناس، انا اقول لا لا حد، ترى سالم عندي احبه. ليه يا اخي؟ يضحكني يا اخي، بس لا اقسم لا بمن احل القسم، ينقد انه هنا هو هنا وقبر. بس اضحك منه يا ولد. بهاج مثل اللي يتهاوش مع واحد وحنا نفزع معه، يروح هو يتسامح وياه احنا برا الموضوع. تصير بس خلينا نتكلم. خلينا نتكلم يا علمنا، ما نحرم وهقنا مع الناس تطلبها. احبك يا سالم حزام، اقسم بالله انا ما احبك. النقد في ذمتي ذيدي، في ذمتي ذيدي، يا بس مقبول ولد، مقبول على المستوى الشخصي. خلي الشخصي لا لا، مقبول قصدك إيه؟ مقبول كأنه ناقد إيه؟ علي الحرام النكس انه ضريب. بس ليه بالعكس مقبول. بالعكس لحظه كتركيز. لا شوف شوف، والله اني اقولها جد مع احترامي اللي في فقره النقد كلهم، اقسم بالله يا سهل. جوهر النقد في البزنس انه سالم حزام. ليه؟ قل لي. ما ادري على افهات. لا على افهات، على افهات يا بهاد. بهاد خليني اقول لك شيء. محمد منصور ايش رايكم فيه؟ محمد منصور رقم واحد عندي في البزنس انا في النقد. محمد منصور له تركيبته، عادل له تركيبته، علي الغامدي ما شاء الله اللي يعني له الخبره في النقد، سالم طلع بكاركتر وفيهات يا اخي حلوه على الشاشه. لا 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 لها نكهتها، لها نكهتها. ترى اي واحد يا بهاج، حتى انا يا ابو كاتب، لو تجيني في زد رصيدك خمسه كمقدم كمشرف للبرنامج زد رصيدك، وقتها ما تقول هذا مشرف برنامج، بس الممارسه مره مرتين ثلاث تفهم برامج الواقع، تفهم طريقته، خلاص تعيش الاجواء. يعني سالم عطى برنامجين ثلاث برامج، والله العظيم انه بيكون رقم واحد هو. لا لا, لا 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 خليه على وضعه ذا. لا شوف شوف، سالم ضحك يا عيال، يا عيال لا لا اقصد بطنك ضحك. لا دقيقة، النقد قبل كان ناس ينقدهم كلهم، ما حد جاب شيء جميل جدا في النقد وضاف له اضافة جديدة سالم حسام الا لله. بس خليني اقول لكم شيء ممكن يعني يمكن تعرفون او اني بقول الحين. شوف انا اعرف سامي من الطفولة، وعارف تفكيره كيف يفكر، وعارف كيف يسوي تركيبه في برامج الواقع، حتى في اختيار المتسابقين يا اخي يعرف كيف يركب التركيبه. صدق انا اقول لكم صادق، يعني شوف كيف دخل سالم مع علي. ملعون حروث. سامي اعلامي محنك 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 اعلامي سالم. محنك اين انت يا اثاره الجدل؟ يقرط ذوبه يعد. عارف سامي في برامج سامي. الواقع سامي. ما شاء الله يعني ولا يهون سعود، يعني سعود ما شاء الله مسك اداره الحين قناه بدايه وزد رصيدك، اتمنى لهم التوفيق يعني بياخذ خبره اكثر ان شاء الله في المرات الجايه. واللي حول سامي بيعرف انه او بيكون حول سعود بعد بيعرف كيف تدار برامج الواقع. برامج الواقع لها فكر مغاير عن اي اعلام وسوشيال ميديا، ولها طريقه، والحمد لله يعني انا اللي قاعد اتكلم معكم انتم ما شاء الله انتم كنتم متسابقين، يعني تدرون ما خلف الكواليس وما بعد الكواليس، واللي قاعد حتى يصير الحين، ومنهم من عيال عمكم اللي موجودين مشاركين او يقربوا لكم او انكم في صداقه وفي معرفه. فخلاص برامج الواقع صارت تعرف. انا اشهد. صار الكل يعرفها، صار يعرف كيف طريقتها، كيف تدار، كيف تسوي كيف. بس بهاج انا اسالي سؤال يعني عندي ابغى اسالك اياه. ليش انت مبتعد عن برامج الواقع او ما قدموا لك عروض؟
شغال انا الحين في برامج الواقع. وين؟ في زد رصيدي. زد رصيدك مقدم؟ اي صح والله مقدم. بس مشكله البدايه شاهد. يا بقول لك صل على النبي. بقول لك بهاد خلي اللي في القلب. ايوه اسلم اسلم. لا بقول لك صدق، بقول لك صدق. بالنسبه لي انا يا بهاج بالنسبه لي انا يا بهاج اكلمك بالنسبه لي انا زادتني الشيء الكثير. انا ما علي من الناس، ما علي احد. انا رجال يا اخي استفدت جدا. انت لو تعرف العلاقات اللي انا عرفتها من يوم ما اشتغلت في شاهد ذا اللي انت قاعد تقول تنصد. لا ما هو مو استنقاص من شاهد، مو استنقاص. عملت بهاج بهاج مع كوكبه جباره جدا يا اخي. ابى اقول لك شيء يا بهاج، هو مو استنقاص من اي قنوات او اي منصه. لا 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 انا اقصد 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 انه زد رصيدك عرف على بدايه، وتكلمنا هذا الموضوع يمكن حتى قبل ترجع زد رصيدك. نتكلم عن كجماهيريه الكل يعرف، وما شاء الله شوف الحين الواقع، شوف جماهيريتها شلون، شوف المشاهدات، شوف الترندات، شوف الاشياء اللي قاعده تصير. ففي تنافس، في تنافس. ممكن الناس ما تقبلت لحد الحين، ممكن يبغى لها اعداد ايام الجايه، ممكن يبغى لها فكر، ممكن ممكن ممكن. ترى حتى زي ابو كاتم ما تقبلوه الناس في الواقع، انه يوم جاء ابو كاتم على بالهم انه ابو كاتم مشرك. ففي تقبل هذا انه كزد رصيدك على قناه بدايه كان، لا حيكون في تنافس قوي. وانت تعرف يا ما راح اروح اشترك في اي منصه فيها اشتراك او مجانا وحمل نت وتابع. يوم جيت انت كانت الفكره هذه فكرتك انت؟ اي فكره اللي انت قايم عليها الان بزنس؟ لا 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 عدت فقره من سامي، هو سامي عد الفقرات كلها. والله ما شوف شوف اللي عد الفقرات كلها. بس كانت موجوده. احس ابو سلطان بينباع، بغيت ابكي. لا لا ابو سلطان مكانه ومحله طال عمره. سلطان ما ينباع يا بهاج. مسعود ما ينباع، حد يقدر يبيعه. انا هو الكبير وهو طيب. سيتم استبعادك من البرنامج. لا لا وين الكاميرا؟ بس بهاج خليني اقول لك شيء. كلام الحين ممكن اول مره اسولف عنه واتكلم عنه شوي. ابو كاتم عنده الحريه في صناعه الاحداث لانه ناس ما تعرفه. ابو كاتم كان في زمن الامور فيه يسره، الحين ما معك. لا لا نفسه، لا نفسه 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 لا لا احنا كان في الميركا، كان في الميركا والريتسير، كان نفسه ابو كاتم قبل سنه يا الميركا. قبل كم؟ قبل ما حد عاين فيكم اللي عيال حارتكم. لا والله لو كان في ارقام يا بهاج والله كان. يا ولد كنت في الميركا في الواقع ماسك اسمه السامي. ما يمديك بهاج نجي نتكلم بواقعيه. تقارن الهلال شارك في اسيا بفريق الوحده، الحين بيشارك في اسيا بانديه ثانيه اقل منه. ما تجي يا بهاج، الميركا كانت قناه. الرجال يا ولد لا صار قوي ارحب. ليه بهاد قناه توها منشئها وتوها ما لها ارقام تقعد تحط المقارنه؟ استبعادك من ابو كاتم. ونعم ابو كاتم يا بار استاهل. الله ينعم بحالك، الله ينعم بحالك. ابو رياض ولد عمي طال عمرك. ونعم والله ونعم. يا هلا ويا مرحبا فيه طال عمرك. هو سارح ودي يور عنها المدرسه. ابو كاتم لبيك. تقدر تتوسط لي تحطوني في الروشن؟ واللي اقول لك عن شيء والله العظيم ما ادري عن اي تفاصيل برامج الواقع، والله العظيم عن اي شيء. ها وش تبغى اكثر من كذا؟ حلفت يا ولد. انا لدرجه انه سامي حتى يتكلم معي انه ابو كاتم خلنا نشوفك، وهو سامي يعرف اني انا مشغول. فلقيت له مقطع في الرساله يقول لا للواسطه، كنت بيطردني. اي بس انت الحين يا بهاج موقع عقد، فكيف تتفاوض قناه ثانيه وانت موجود في قناه؟ يا حبيبي تحس بان شفت العقد اللي انا موقعه؟ ايه يقولون جعل تفداك روسنا ويبدا اكل مع كل ديره، جعل ربي يرزق مو بحساب. الله يرزق. بالعكس حتى في كل قناه في كل قناه. بس لحظه يا بهاج انا لما تناقش معي زي كذا في مواضيع زي هذا اخذك احيانا في الجانب البزنس شويه. ليش؟ لانه هذا بزنس، هذا مو مجامله يا بهاج، بيني وبينك هذا بزنس. اذا بتمشي بحياتك دق وحب الخشوم وحب مدري ايش ورزق ما تجي كذا. انت الحين لو تشتغل معي في الشركه موقع معي عقد لمده سنه، هات تجي تقول لي والله بروح شركه ثانيه بشتغل معهم، ما تجي. الا تجي. لا لا وتستلم عندي راتب ما تجي. الا تجي. لازم تقدم استقاله، لازم تترك، صح ولا لا؟ تقنع بالله. اسلم يا اخوي.
قبل يوقع معي سعود العتيبي، يمكن هو ما يبيني اقول الكلمه دي. تدري ايش قال مهدي؟ لا لا عندي انا على قلب. تدري ايش قال مهدي؟ اسلم. قال يا ابو محمد اذا الواقع او المجد او اي قناه عطتك اعلى من الراتب روح يا ابو محمد، والله علي بالطلاق يا شيء يزودك يا بهاج انه يزودني. يا اخي كلنا على عين الراس، بس خلينا نتكلم يا اخي. ان كان سعود ولا سامي ولا ابو كاتم ولا تركي الدوسري ولا فهد المعيان ولا زيد الشهر، مين ما كانت اسماء يا اخي، هذا عقد، هذا بزنس، ما في شيء اسمه تعال وروح ما. لا لا ما تجي، ما ما بهاج بهاج بهاج، هي واحده من الثنتين، يا ان عقدك اللي انت موقعه عقد غير رسمي. الورع لا تلميذي اشوفكم كذا انخرجت تلميذي حطني قلوب. وين تلميذك ما شاء الله؟ هذا طال عمرك انا مخرج الورع ذا. هذا الورع اللي مخرج. نعم. منو هذا؟ تركي بن فيصل مسوي ما تعرفه، هذا طالع من برنامجك وجاي برنامجي شاهد. تركي ونعم والله، والله ونعم والله. هذا اللي يا اخي خليتوه، جيت انا بشاهد ولميته. بسم الله عليك. ليش خلينا؟ لا 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 لا، لحظه يا بهاج، ما حد خلى احد من اخوك. هذا انا من صنعه ودخلت في شاهد. لا قلت شاهد، قلت شاهد كذا. خفت؟ طيب بس بسألك سؤال، جاوبني بصراحة. سم. لو كان الحين أنت في زد رصيدك وقناة بداية وعزها وجماهيريتها، في مقارنة؟ الآن جمهور بداية هو في شهر. لا لا لا، في مقارنة أمانة. ما تبي الصدق؟ أيام برامج الواقع والضرب. أيام برامج الواقع والضرب. أيام كانت تطلع المشاهير، خلينا نتكلم بواقعية يا أخي. ما نختلف يا أخي إنه قنوات قامت الحين تنافس وقامت، بس إن جينا للأول يا أخي لا مغاير ترى يا بهاج، نتكلم بواقعية يا أخي. لما تجي والله شيء تتكلم عن كيان وكان عنده الجماهيرية والصيت وردات الفعل والمشاهدات اللي توصل للمليونية وحنا درجة وصل المليونية، ليه تبي تعذر بشاهد عشان ما حطناك معنا؟ لا 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 لا, لا, لا ما انا ما اتكلم على منصه شاهد، اتكلم عن برنامج زد رصيدك. انا طيب احنا نتكلم الحين عشان زد رصيدك، عشان ما ناديناك معنا تشتغل معنا في برنامجنا عذربت فينا؟ ليش انا موجود في قناه ثانيه طيب منافسه لكم؟ خذوني ولا بخرب. ليه يا بهاج ليه؟ بالعكس انا ترى الحمد لله يعني اسمي يطلب في كل مكان، هذا الشيء الاول. والشيء الثاني لحظه حتى لو ما عندي شيء في الاعلام ولا في البرامج الواقع، تمام الحمد لله ماني في حاجه، ويا رب لك الحمد يا رب الحمد، والله يزيدكم من فضله. ماني في حاجه، هي مجرد مكمله او شيء تكمله لي في الحياه. ان جت يا هلا ويا مرحبا وصرح من ذا المكان في كل مكان، يا رب لك الحمد اللي عزني طال عمرك، والحمد لله اللي الله يزيدنا من فضله. برامج الواقع انا بالنسبه لي او السوشيال ميديا. لحظه بهاج بقول لك الجواب الخير، كمل لو انا ماني شاهد بموت، كلنا ما نميتين هم اي لا بس خليني اكمل. خلينا قاب العبيوي، اسمع رحب بالداعمين، رحب بالداعمين وبعدين نكمل. ارحب يا ود عقاب العبيوي، ان ترحيب تيجي منها فايده، انت سؤالك الحين ما منها فايده ما غير حاسدنا عشان ما ناديناك في برنامجنا، لكن انا اول النسخه الثانيه والله لا توسط فيك، لا كلم سعود يكلم. خلينا اكمل يا والله العظيم يحطوني معكم يا بعذرب والله. ليه ما قلت شيء انا؟ بالعكس شوف بهاج من حقك انت كمقدم موجود في اي منصه تدافع عنها، من حقك، وبالعكس هذا هو افضل شيء في الحياه، وبالعكس وانا احترم الكلام اللي قاعد تسويه او ردة الفعل الحين. بس خلينا شفت المكان اللي انت فيه انت مشكلة بهاي، ما تبغى اكمل اسلم. لا بخليك شفت المكان اللي انت فيه؟ اي هذا مكاني انا، صفطت لك وخليتك تقعد فيه، ورحت انا هناك لمكانك. خليني اكمل. شوف يا بهاج، انت تبغى بالطريقة هذه، انت قبل لا تطلع برامج برامج الواقع على من 2015. طيب يعني انا قبلك واقدر. انت تنيد بهاج
امين يا رب. انا ورع من ورعانك بالله انك بتطلع قبلي يعني. لا والله لا والله قدرك قدر واحد من اخوان بهاد 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 قدرك اول شيء قدرك 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 اسمعني خليني اقول لك قدرك قدر واحد من اخواني يعلم الله. يا سلام. بس انت تقول انا لي 15 سنه خليني قبل 15 سنه. لا مو 15 انا عمري 17 سنه مو 15 من 2015 يقسم بالله انا تغبر انا بخبر اليوم والله العظيم يجيبون مكانك رجل الالي يستبعد يقدم ويوخر على عن ام الغبنه. بس اسمع لي يا ابو كاتب يا ولد ودي انهم جابوا عصا مع الرجل الالي رجل الالي يا ولد تكو ناصر الحلال دقيقه لا 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 دقيقه فكره جديده فكره شوف لا لا دقيقه انا انتقد رصيدك في حاجه الرجل الالي ما لبسه كمام لا انا انتقد رصيدك في حاجه انتقد سعود العتيبي في حاجه وش الشيء ما لبس الرجل الالي خاتم انا انتقد سعود العتيبي في حاجه خليني اقول لك شيء اول شيء اللي موجودين في البرنامج بهاج خليني اقول عندي طيب اول شيء اللي موجودين في رصيدك كلهم ربعي واخواني عرابين البرامج الواقعيه هذا الشيء الاول. الشيء الثاني حلو جميل انه في عرابين البرامج الواقعيه الحقيقيين وليس المزيف حقيقي برنامج سكريبت صدق اللي رفع القنوات ممكن توضح اكثر ابيها ممكن توضح اكثر لا 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 لا, لا. بهاج رمى كلام الحين مره كبير ممكن توضح والله اني اتكلم بها وانا صادق عرابين السكواد العراب الحقيقي للبرامج الواقعيه مع التيم صدق باقي يمكن ثلاثه ولا اربعه ثلاثه حكم بهاج انت كنت متسابق قبل تمام والحين ما شاء الله مقدم معناه انك دخلت الاجواء ثلاثه باقي ثلاثه باقي ثلاث طيب خلنا اقول ثلاث اشخاص غابوا لو اكتملوا كان هذا عربي البرامج الواقعيه طيب خلنا اقول لك حاجه اسمع انت علي ربي منسح سامي هذولا اللي نعرفهم من يومنا ورعا وذولا يتعادون ويسوون البطيء في صح باقي في واحد من وي ما تعرفه هذا من هو لا تكون من اللي فقره شيء ما رجعنا لا لا بس سالم ما اقصد انسى هذا سالم اقصد ما كان في بدايه برنامج واقعي صدق يا خلاص بدون انا بعلم كذا بهاج خلنا تشعب الموضوع يا بهاج ما عاد عرفنا وش السؤال وش الحوار وش الموضوع اللي تتكلم فيه والله دخت خلني اقول لك شيء اول زي ما قلت لك الشباب اللي موجودين هناك كلهم ربعي واخوي يعني كلهم اللي موجودين واحترمهم من الجانب الشخصي والعملي تمام وحلو يكون في تنافس ترى حلو 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 وحتى حلو الحين لما انت تدافع عم مسعود ورا الحقل هناك عايش جوه ما لها داعي ننافسهم من الجوال تنافسنا لا انتوا على شاشة بس على جوال ولا عندنا إعادة 10 ثواني ورا وننافسكم والله يا بالعكس منالكم التوفيق والله العظيم بالعكس اتمنى لكم التوفيق وبالعكس انا والله مبسوط يا بهاج انت ولا اي واحد انه صار في شيء او صار في مكان وصار مقدم وصار يشتغل على نفسه واو وبشطح شوي مبروك على العطر اتوقع دشنت عطر قبل فتره بقلبك بدشنه قريب مبروك طال عمرك وتستاهل اسمع وابشر اسمعني ابشر بالدعم وحساباتي طال عمرك في كل المنصات طال عمرك انها في درجولك انت انت وانت اي واحد طال عمرك طيب تعال تبيني اتوسط لك وين طال عمرك تكون معنا في النسخ القادمه اسمي طال عمرك هو اللي يسبق كل شيء وانت ما انت مقصر يا بهاج انا داري اسمك رنان تناقل هالرجال ما اختلفنا ولكن انت تدري انه في يوم لا ظل الا ظله فيه واسطه يا ابو اسم ظل في يوم لا ظل الا ظله سبحانه تمام راح يكون فيه واسطه يوم الحساب انت تدري ان فيه واسطه يا ابو اسم ولا ما تدري وضح لي اكثر امتي بعدين ليش تجيبها بطريقه الاستنقاص اللي بدون اسم اسمي رنان يا بهاج الحمد لله شوف الناس فهموها وانت اذكى والعن من مشى في الاعلام مسوي غبي حرام انا داري اني ما يبي
ليه؟ شوف احيانا تخلي الواحد يوضح الصوره بهو الطريقه اللي يبغاها، وهذيك اسمها شفاعه، شفاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا. نعم. انه الله يغفر لنا ويرحمنا. نعم. باذن الله ان شاء الله نتقابل في الجنه باذن الله. بس يجي يوم من الايام ادق عليك اقول توسط لي اكون مقدم. لا والله اسمك طال عمرك يا بهاج هو اللي يطلب. والله لا واسطه والله العظيم. اسمع تبي الصدق عاد الصدق الصدق اسلم. والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اني قاعد اسولف معك بكل اريحيه. يعني والله نفس الشيء 7200 انا قاعد اسولف طال عمرك من خاطر. ماني برجال راعي نغزات، ولا برجال قلبي اسود، ولا بحسود، ولا معروف معروف عندك الظاهر الخافي الله علم به. ولكن رجال اقول الحق بقوله. يزعلني يطمني بما تقول حق بدون ما يعني يجرح احد. اكيد اكيد انت بالعكس قاعد تقول حق وما في شيء ولا في استنقاص من احد، والعكس هي مجرد سواليف طال عمرك. وبتقفل البث وان شاء الله ما يفهم شيء بالغلط. واللي يفهم شيء ايش؟ يفهم شيء غلط. واللي يفهم شيء غلط طال عمرك خلي يفهم شيء غلط. لي لا 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 انا اتكلم من جانبي انا الشخص. واللي يفهم شيء غلط يقدر يدق علي طال عمرك. يعرف انت فاهم شيء امورك زينه بس من صوبي. انا ابدا بهاج والله العظيم ما يلحق. والله العظيم اللي بيفهم شيء غلط اني افهم عادي ما همني. بالعكس والله وباذن الله ان نتقابل انا وياك طال عمرك. وباذن الله انه 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 عطرك طال عمرك اللي بينزل على الساحه والسوشيال ميديا طال عمرك باذن الله انه يكون باب رزق لك باذن الله. طيب انت متواجد تفرح بسعادته. متواجد وين؟ في الروشن. لا لحد الحين لا، ولا اعرف شكله البرنامج ولا اعرف. ودائما بس البرامج اللي كذا قصيره انا ما يكون لي فيها تواجد. لو ترجع لكل البرامج اللي قبل او كل القنوات اللي اشتغلت فيها اي برامج تكون مدتها قصيره كذا اللي في رمضان ما في رمضان ما يكون لي فيها. انا برامج واقع 3 شهور. اما شهر ما شهر قلت كلمه حزينه يا اخي. كلمه حزينه؟ اي لا حزينه للناس اللي تحب. شوف احس نبره صوتك كانت حزينه يوم تقول يا اخي البرامج الواقعيه إذن كلمتها كبير شني؟ لا البرامج الواقعية صارت مكشوفة. صار الناس كلها يعرفها. صار الناس كلها يعرفها. لا صار الناس كلها يعرفها. تدري شلون؟ لأنه انتشر فرق الدعم. فرق الدعم يتواصل معها المتسابق. تمام؟ وتواصله مع فرق الدعم طال عمرك تطلع بعض الأمور التفاصيل الصغيرة. في منهم من يحسن الظن فيها وفي منهم من يسيء الظن فيها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طال عمرك في منهم طال عمرك اللي يطلع بعد برامج الواقع ولا يحترم المهنية وما عنده جماهيرية ولا وصل للأرقام وخلينا أقول لك بني آدم ترى أي بني بكمل بني آدم أي إنسان على وجه الدنيا هذه بني آدم فيه الحسد في داخلي. أنت أنا أبوك أخوك كل الناس. بس في حسد اللي هو الحسن وفي الحسد الكريه. دائما ممكن انت ولا انا ناخذ الحسد الحسن اللي هو انه اتمنى لك التوفيق والله هذا طبيعه بشر. فالشخص هذا اللي يطلع بعد برامج الواقع وما حصل ارقام ولا حصل جماهيريه ولا حصل خليني اقول لك مدخول واو يبدا يطلع بعض الاشياء المهنيه في السوشيال ميديا. الله علي الحرام اشهد بالله انك ما عرفت للحق. عرف انت يا بهاج الحين ما شاء الله حققت ارقام كبيره ان كان في تيك توك ولا تويتر ولا في اليوتيوب ولا الاشياء هذا ما شاء الله. يعني اتكلم معك بصادق والله العظيم يمر اسم بهاج علي في اليومين 3 ايام يتكرر كثير. اكون معك صادق واقول في ذا المكان. فمحبه الناس لك ترى هذه نعمه من الله. هل في يوم من الايام لو خسرتها ما حيكون شيء بخاطرك؟ لا نكذب على بعض. نفسها ما تخسر وظيفاتك وتخسر زوجتك ولا تخسر حياتك. لا 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 على الدنيا دوام وانا اخوك. ايوه تمام. فالأرقام هذه لما يخسرها الشخص اللي شارك برامج واقع لمدة 3 شهور وطلع وشاف بهاج ومسعود وفلان 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 أضربوا الترندات ومشوا وهم في مكانك ما اشتغلوا على نفسهم تحس بالخاطر هو شوي في نفسه. ولما تحس بخاطر وطلع عمرك يبدأ يطلع منه التصرفات غير مقصودة في حياته تزعل. بس يا بهاج الحين لو أجلس أتكلم أنا وياك ونكشف كل برامج الواقع على الطاولة ها ضحكت شفت شلون يا بهاج ما شيء اسمه احترام. انا وبهاج ممكن الحين طال عمرك انا وياه في بث ونتكلم وناخذ ونعطي نقاش مره محنك ومرتب زي كذا. بس ممكن لو نتقابل في ارض الواقع بتكون شخصيتنا مختلفه. هل شخصيتنا المختلفه اللي تحت بيجي بهاج اليوم الثاني بيكشف كل الاوراق او الاسرار اللي بيني وبين بهاج؟ انتم مسعود الحين بينكم الاخوه واللي معكم انا عبد الله صح ولا هون عبد الله
موجودين الحين مكان، هل تتوقع أن بكرة عبد الله بيطلع على بث تيك توك وبيقول والله أمس بهاج سوى وسوى 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 فعل؟ بتخسر أخوته. ففي شيء اسمه احترام، احترام أخوة، احترام مهنية، احترام عمل، أسرار عمل. ف أنت أفهم يا بهاج وش أقصد الكلام هذا كله، أنت تفهم. نعم عز الله منك أقول. وأنت ما شاء الله يعني الحين ما شاء الله صرت مقدم تمام، ولكن عندك مشكلة بس بسيطة، تشطح في المحاور. طلاب وكاتب متابع تشطح في المحاور شويه. لا لا اتكلم هنا في البث، انا ما اتكلم في مشترك الشاهد. لا والله والله ما تابعت شيء قسم بالله العظيم، قسم بالله لا. شفني ترى اروح اجلس مع زياد وعبد الله الجميري وناصر الحربي والشباب تمام. انا ونق... انا 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 اسف انت مشترك الشاهد. لا والله تعرف ليش؟ ليه؟ لا هي في فقرتك المثيره للجدل، فقرتك المبكيه. أقول لك شيء والله حتى مو بلاهي معك، خلها على الله بس، والله خلها على الله، والله خلها على الله. أمور في الدنيا شغلتنا بعيدا بهاج 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 ما شاء الله. شوف يعني أنت كم لك دخلت في السوشيال ميديا وفي الإعلام وبرامج الواقع؟ سنة. إيه سنة ودخلت وتمعمعت في الأمور هذه كلها. يعني خليني أقول لك بديت الحين تحس بالمسؤوليات، وممكن لما يصير عندك المشروع حقك الخاص العطر، وبعدها تبدأ مشاريعك الخاصة، وإن شاء الله يصير عندك زوجة ويصير عندك عيال ويصير عندك مسؤولية. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك في حياتك يا رب تمام، ويصير عندك مسؤوليات عائلة ويصير عندك مسؤوليات أمور الدنيا، يصير عندك فيه قل من الشغف. أهم حاج شيء الزواج، نتزوج الحمد لله. الله يبارك لك يا رب. ترضخني رضخ ملعون والدي. أقول لك شيء بهاد، ولله الحمد ولله الحمد، أنا عندي ما شاء الله بنت عمرها 13 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، تحس أني عندي بنت الطخر. الله يخليها لك. آمين آمين آمين. فالحمد لله يعني، وغير المسؤوليات الشغل والبزنس الخاص والامور هذه، دائما هذه الامور تشغل. ليه ليه ما تجدد شبابك وتزوج الثاني؟ اتزوج الثانيه؟ ايه الله يخلي لهم عيالي طال عمرك اول شيء، الشيء الثاني طال عمرك الشرح يعني الاربع. خلنا نكمل، ما كملت. وتستبعد عطران الاشناب وتدخل دوبي بعصاك على المسلمين وتبكي الناس برج السادة ولا تتزوج الثاني. خليني اقول لك شيء، ما مشكله بهاج، ما تخليني انا اكمل، انت تبغى تكمل هرجك، انا ما تخليني اكمل. والشرح حل الاربع طال عمرك، ولكن الحمد لله انا مبسوط ومرتاح في حياتي وامور سهله طال عمرك. ولا ماسيب السؤال وش المحاور الخايسه عندك؟ حتى ذا خايف، حتى ذا خايف. خايف ترى ولد اسمع ولد مسعود متزوج. ما عندك ابو كاتب، انا وياك اسلم ترى في مجال واحد وفي نفس المجال. دقيقه لو سمحت سمعت اعطيني دقيقه. خذ راحتك يا ابو سعود، محاورك متشتته تبن. ايه تبن تبن اسمع تبن. انت قال والله اقول لك دقيقه. من كم نوستك لو تزوج؟ ها كم نوستك دقيقه اسمع لو تزوج؟ لا تقاطعني لا تقاطعني، اقسم بيت الله لا اعطيه 200. اسمع اقسم جايز تعطيني مليون ريال انك تعقب. اسمع وقف ايش يقول؟ بعطيك 100000 بعطيك 100000 سد حقك. اسمع ابو كاتب بس ودي ايش يقول؟ 100000 جايزة البزنس. وقف وش يقول؟ الله 100000 ريال. اسمع اسمع تعطيه ذا ايش؟ هو ما لعب هذا الشغل. عشان صل على النبي صل على النبي صل على النبي. انتوا تخربون بيوت الناس، تخربون لان تخربونكم خربانين. اسمع ابو كاتب ابو كاتب اسلم اسلم والله يا ابو كاتب قول لا اله الا الله. لا 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 يا ابو كاتب شفت الانسان هذا؟ دقيقه، هذه امور خاصه اتمنى انك ما تتدخل فيها لا عندي ولا عند ابو كاتب او على ابو كاتب، تجنب عشان ما ليه انتوا متزوجين ما تحبون الشيء ذا. دقيقه لا تقاطعني يا مسلم. الرسول متزوج رد الجوال انت ابو كاتب رد الجوال ابو كاتب والله انه سؤال صدق يعني لا لا. يعني انت في قلق تكلم عن حال ولا قلت لا يا ناس تعلموا مداخل الكلام مداخل الحروب. الحين تكلمت ابو كاتب تكلم معي عن عن الامور الخارجيه العمر العمور الامور الداخليه لا تطرقها عشان ما احش رجيلك حش يا ابن الذين امنوا. بس هذه هي وش صار؟ ترى انا ماني فاهم شيء، انا قاعد مستمع الحين. شوف هذا انا من اليوم كل شيء ما اعرف ما تعرف ايش تعرف يا ابو كاتب. لا لا بس ايش فيكم تهاوشتوا عشان الزوجه الثانيه؟ ايه يا اخوي عادي، اللي مستطاع ويقدر يعدل طال عمرك، ولا هو مرتاح في حياته ولا يبغى الثاني والثالث والرابع. الله يبارك له ويوفقه يا رب. ادري ما تبين نصرح بس صرحت، تاخذ 50000 على فقرتك. ما تبي تتزوج حق مهر على طول، ادفع حق شهر واحد روح. عيال احد شاكيلكم؟ اخذ في الحلقه 50000. ابيك طال عمرك لحظه لحظه بهاج
في الحلقة 50 لو أقدم حلقة بخمسين ألف طال عمرك ما دخلت بث ولا جيت التيك توك لو أدخل في اليوم 50,000 لا أنا القوس ها قالها لك ما وين 50,000 الحمد لله الحمد لله أنا كم راتبي في شاهد لا والله ما تصرف الله يبارك الله يبارك الله يبارك لك إن كان إن كان قليل إن كان بهاج إن كان قليل إن كان قليل الله يبارك لك فيه وإن كان كثير طال عمرك الله يزيدك من كثر راتبه في زيد رصيدك مركب في غرفة ميدالية شوف شوف فلوس هاي الله يبارك له الله أنت تدري إن راتبي في زد رصيدك بالدقيقة 900 ريال أروح أبيعه معهم طش اسم طش أسد يا حمحم طش طش أنت ما تطش أنت ما تطيح طش أسد أنت تدري ولا ما تدري لبى قلبك يا حمحم لبى والله, والله تستاهل يا بهاج والله تستاهل يعلم الله أنك تستاهل والله سؤال تستاهل. يا بكاتي سؤال إن كان قليل الله يبارك لك وإن كان كثير طال عمرك الله يزيده ويزيد إلى ما تفرح من زيادة يا رب أبو كاتم جني والله ما بكيك وأنا أخوك يعني أخوي أنت والله أخوي الكبير عادي سؤال أسلم يا عبد الله أنت طلع في لغة المقارنة في قناة الواقع بين نسخة ونسخة طبيعي هل هي غلط أو صح طبيعي لا 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 طبيعي صح طبيعي صح البرامج إيه صح 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 طيب يتقارن طيب إذا جان للأرقام طيب برنامج شوف 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 مقارنة مقارنة بدون تقليل هذا شيء جميل فالمقارنة في تقليل في تقليل أنا اللي شفته من برنامج من النقد عندكم في تقليل إنك تقارن نسخة عن نسخة وتقارن لا أشخاص بأشخاص أنت لما تقارن وتذكر أسماء وتذكر هذا تركيبتي والشخص الثاني له تركيبتي ليش أيوة بس عشان تزرع جو المنافسة يا عبد الله بس عشان تزرع جو المنافسة كل برنامج طال عمرك له أجواء أو له طريقة أو له تفاصيله أنا أشوف أنكم تتنافسون في جميع النسخ إلا نسختنا قولوا ليه ليه لأن إحنا فوق لا بعيدا عن إن إحنا فوق سؤال يا أبو كاتب طيب كيف تشوف سكريبت أنت بوجهة نظر ما تابع لا هو عرفني وعرف بهاج وعرف مسعود إحنا أول مرة أنا اللي أضمنه إنه يعرف نص المتسابقين في سكريبت لا تقول لي ما واجهتهم في التيك توك لا تقول لي ما واجهت في السكريبت وقسم بمن احل القسم اني ما اعرف شيء وهذا حلفت لكم بالله شلون والله لا بهاج ما شاء الله اقول لك صيتوا يا اخي واصلني والله العظيم واللي خلقني اول ما دخلنا البيت قلت مسعود مسعود دخل مع بهاج طال عمرك ذاك اليوم عرف وتعرفت عليه وهذا هو موجود قدامك وقلت له لحظه وفي البدايه ناديت سعود مو مسعود وصحح لي بهاج عشان تقول عبد الله طال عمرك الحين والله عرفتك لما بهاج عرف قال معنا عبد الله وذكر اسمك اكثر من مره وبالعكس والله والله عنده مليون و100 في السناب قبل الواقع خلينا صفراء انصف طيب خل... يا ابو كاظم وقسم بالله العظيم يا عبد الله هذا حلفت لك بالله والله شوف عندك زد رصيدك اقسم بالله العظيم اني ما اعرف عنه شيء الا اذا اجتمعنا مع الشباب وبدوا يسولفون والله واللي خلقني وخلق زياد وعبد الله وهذول احترامي لك يا ابو كاتم احترم النجم قول احترم النجم الصراحه لا بعيدا عن هذه كلها ابو كاتم يا عبد الله انت جاي تقول واقع قبل معك نجمه بس خليني اقول عبد الله يا ولد انا وياه في الفندق اول يوم في التصفيات طالع كذا شهاداته 505 تفلت في وجهي اقول انت ايش تبي طب خليني اقول لك بالعكس انا والله من هالمكان ابو كاتم ما يعرف عبد الله الشهراني تقول زرافه راسه تقول راس مطيه يا اخي تعرف يا اخي تعرفت لا 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 لا, لا ما هو مكابره تعرفت ما انت عارف ابيك تقنعني ما انت عارف تعرف سالم حزام وعلي الغامدي وسامي الجعوني ها ابو كاتم ووليد البحيح وعلي بن سعيد أو كان محمد لا تقنعني إنك ما تعرف سكريبت الرجال ذا وجهه تكون وجهه قناة منافسة رقبته تكون رقبة راقه ما تعرفه ما تعرف عنده نجمة صفراء من 2020 اللي عنده إذا خلصت عاقبنا في الكوفي شبات يدور التصاوير ويدور التصاميم ولا عرفنا طيب. خلينا نتكلم بهاج خلينا نتكلم طيب خلينا أقول أنا اللي عندي ما شاء الله ولا أحبه يا بعدي ان شاء الله ما في زعل عبد الله والعكس والله انا اقولها من هالمكان والله اني اتشرف فيك يا عبد الله انت واي شخص وقسم بالله وممكن ممكن يا بهاج هذا المعلامي الممتاز خليني اقول لك شيء بهاج ممكن بهاج هذا الرجل المتواضع اللي الله رازقه مع ان ما عنده محتوى وقليل الله يرضى الله يرضى تعرف ليش من نظافه قلبه مهم مثلك تقر شاهد والله ما ادري وين دخلت في قلبي لا صعبه تدخل في قلبي يا بهاج صعبه تقول مثل اللي في قلبك لا
بالعكس انا احترم عبد الله. لا تزعل بل عن خيرك. همزه همزه. لا والله 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 العظيم اني ما قلت شيء والله. اهم شيء لا يجي خاطر بهاد وربي واللي خلقني وخلق اني كنت ابغى اقلب الطاوله عليك، بس انك دائما قلت اني امزح. والله اني ما ازعل والله. بهاد اسلم يا عبد الله. بهاد خلانا نكمل شيء اللي خلاني اخذ الليله كلها. اللي خلاني اقول انك انت يعني مستحيلك ما تعرف سكريبت وما تعرف الناس اللي كانوا فيه، لانه كان منافس. فهمت؟ انت كنت في برنامج تقدمه وكنت من ركائز البرنامج اللي ينافس سكريبت، واذكر حتى وصلنا خبر ايقاف برنامج ريد سيركل واحنا كنا في اتوقع في 46 او 47 من سكريبت، وكنا في منافسه. كنا في منافسه، يعني مستحيل ما تعرف القناه اللي تنافسك، ما تعرف من اللي فيها وكيف قوتها وكيف صداها. مستحيل. لا تقنعني تقول ما اعرف سكريبت، مستحيل. تسألني ولا تبغى تجاوب عني يا عبد الله؟ لا أسألك. طيب تسأل... لا 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 أنت جاوب. وإذا قلت والله بتصدقني بإذن الله، والله العظيم والله العظيم يا عبد الله، وقتها مشغول بمعطيات وبأشياء، أقسم بالله العظيم إن شباب يجون يكلمون ويقولوا لي إنه يصير كذا ويصير كذا، أقول يا شباب أنا ما ألتفت إلا في المكان اللي أنا موجود فيه. المكان اللي أنا موجود فيه أسعى النجاح، وطال عمرك ترى يعني أسعى في نجاحه، وممكن أكمل وممكن أمشي، والحمد لله أنا 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 راضي عن نفسي إني وصلت لأشياء، وصلت لأهداف، وصلت لأمور، وصلت لأشياء حققتها، لأني أفكر في الدائرة اللي أنا فيها، ما أفكر في الدائرة الثانية. أوكي في منافس، لحظة، في منافس لي ثاني تمام، كانت وقتها قناة الواقع وهي قناة الدبليو تمام. أوكي الواقع كان منافس لي، بس ما في مقارنة في المنافسة، لأن الواقع موجودة من قبل. الواقع عندها إدارة وملاك وعندها خطة عمل ومشروع ماشي بطريقه. حنا بدايتها شيء اسمه إنشاء. لما الحين أنا والله أجي أبني فيلا يا عبد الله، وأنت فيلتك جاهزة وما شاء الله مصممها بمساحة 1000 متر ومضبط ديكورها وأثاثها، هل تجي تقول والله فيلتي أحسن من فيلتك اللي توها عظم، اللي أبني الأساس، توني أبني الأساس وحط الصبة؟ ما تجي المقارنات. هذه خلاص جاهزة، هذه خلاص. شلون؟ مو لازم تكون على نفس الرتم، يعني سواء يعني كان فيها توقع برنامج ترى الملاك الملاك اللي في الميركا وريتسلك هم الملاك اللي في البداية، إذا ما عندك خبر. ونعم والله أني ما أعرفهم صدق، ولا قد تابعت برنامج واقع إلا شاركت على طول في سكريبت، وبعدها طلعت ولا تابعت أي برنامج. ليش ما تتابع وانت موجود في ذا المجال يا عبد الله؟ لأنك انشغلت، عندك أمورك. لأني شغال من قبل المجال، ودخلت برنامج واقعي مو من سبب اني ابحث للشهره، لا كنت احب هذا، احب امارس الشيء هذا، وكنت متابع البرامج الواقع من يومي صغير، قلت ليش ما اعطي نفسي ذا الفرصه حتى لو اني ما ابحث الجماهيريه. فدخلت برنامج واقعي، وعلى دخلتي البرنامج سكريبت صادف او ضرب برنامج سكريبت ضربه، حتى لدرجه انه طلوع من كاريزما الى بزنس واحد الى كاريز الى سكريبت، بعدين نزول من جنتل، بعدين رجوع الى مستوى بزنس اثنين، بس ما فيه نفس مستوى او رتم سكريبت. ليش هنا انت السؤال. تشوف كذا هنا 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 اعطيك الجواب اللي انت تبغاه. كل شخص تكلم يا ابو كاتم، لحظه كل شخص يرى المجال او الوسط اللي هو فيه او البرنامج اللي فيه هو الناجح. لا والله يا ابو كاتم انا اتكلم لغه ما عبد الله، انت تقول بعيد، انت الحين اعترفت قلت انا من بعد سكريبت انا بعيد، فمعناها يا عبد الله مو انا ولا انت ولا اي شخص اللي قيم جمهور البزنس 2 له جمهوره، السكريبت له جمهوره تمام. لا تقول لي لا هو جمهور واحد، لا 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 لا، لانه كل برنامج له 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 دعم خاص وله جمهور وله فكر وله اعمار محدده وله زياده وفي نقصان، فما تجي تقارن. انت تقول لا احنا السكريبت الافضل في القناه كلها، لا ما تجي. زي ايام زي اي لحظه زي 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 ايام بدايه، زي ايام بدايه برنامج حياتك ولا برنامج زد رصيدك، كل واحد له فكره مغايره، كل واحد له طريقته، كل واحد له جمهوره، له نقاده، له متسابقين، له الحمد لله حياتك طلعوا منه مشاهير، زد رصيدك طلعوا منه مشاهير، مكه تجمعنا طلع منها مشاهير، رمضان يجمعنا طلع منها مشاهير، كل برنامج له فكرته، كل برنامج له فكرته. فانتم بالعكس اغلب مشاهير المملكه الان كلهم برامج واقعيه زمان اللي هم. لا والله اكثر مشاهير طال عمرك افتح بث تيك توك طال عمرك وخلاص تصير مشهور. خلينا نتكلم واقعيه يا عبد الله. سناب شات لا، اول الاول في المملكه. اتكلم كتيك توك، التيك توك طال عمرك الحين افتح بث وطلع مشاهير، التيك توك طال عندك مشاهير كثير طال عمرك وين ما تبغى. وخليني اقول لك التيك توك خلاص صار كانه برنامج واقعي مصغر،
خلاص تقدر انت يا بهاج طال عمرك، ولا انت يا عبد الله بهاج ومسعود تعيشون يومكم كله طال عمرك كانه شو برنامج واقعي، سواليفكم بضحككم عفويتكم، لانه خلاص لايف، مو زي السناب اقدر احذف اقدر اعدل اقدر اسوي، تويتر اقدر احذف التغريده، بس هنا عندك بث فيعتبر حتى هو مشاهير. بس الشخص كيف يصنع محتوى، كيف يجدد طال عمرك مع جمهوره، كيف يصنع لهم فقرات ويصنع لهم محتوى، انت قادر على كل شيء. ها يلا شوف هذا طلع بعينه طال عمرك صنع محتوى لنفسه، طبيعي ان كل واحد يقدر يصنع له محتوى بالطريقه اللي يبغاها. صدقت. فانت تشوف ان السكريبت افضل، والناس تشوف ان الفقرات الثانيه والبرامج الثانيه هي الافضل. بهاج الافضل، بهاج الافضل. بهاج بهاج والله انت شخص جميل، وبالعكس والله اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله انك تكون الارقام والصفوف الاولى باذن الله. انت وعبد الله ومسعود بلا جدتي، الله يجعلني ما اطلع في الاعلام الا بالصوره الزينه باذن الله. باذن الله انت طالع بالصوره الزينه يا بهاج، وبالعكس بس التبات كلمني عن التبات، نسال الله التبات في اليوم. اي والله، ولكن الله يبلغنا رمضان على خير وبركه باذن الله. ان طلعت في المجتمع راس طيب قالوا يا الله يا الله هذا والله انه خير من يمثل الشهره، ولا زليت وانت ما انت معصوم من الزلل، قالوا يا وجهول هذول حقين بدايه. لا لا ان شاء الله انهم ما يقولون كذا ولا شيء، بالعكس اللي يقولونه مادي يقولونه داير يقولونه. ليه وش سويت؟ وش جايب طاع وعيد قبل فتره؟ علمني ما سويت يقولون مادي يتحق بدايه، ولا ما سويت ولا حق الواقع، ماني بحق بتاعك. اضحك تعل ما يضحك غيرك. الله يبارك لكم يا رب، بالعكس انا 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 انبسطت اني كنت معكم في هالبث الجميل. يا حبيبي والله اضفت لنا وتشرفت والله العظيم، وباذن الله ان نشوفكم على خير. شاهد 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 شاهد. بهاج انت شد حيلك طال عمرك. شاهد 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 ام بي سي ام بي سي ام بي سي. تدري يا بهاج وش تمنيت؟ ان يكون زد رصيدك على بث مباشر في قناه ام بي سي. ما نبي احنا نبي شاهد. ايه انت ما تبغى، واضح واضح. قدم الفقره بس واضرب الباب. انا اطلع ترند وانا بشاهد. انت طالب اسمك يا بهاج. لا تطالع باسمك يا بهاج، زد رصيدك زد رصيدك. ودك اطلع اسم بهاج اليوم ترند اليوم؟ ترند 300 ريال ترى. لا ما انا بهاج 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 شوف لا انا ما اتكلم انا ما اتكلم بهاج انا ما اتكلم على راسك بهاج انا ما اتكلم علي الطلاق جايبها على راسك. أنا ما أتكلم على زد رصيدك ولا أتكلم على أي قناة، ترى سالفة الترند سالفة الترند ترى سالفة بقول لك شيء سالفة الترند طال عمرك سالفة الترند. والله العظيم إيش الاسم اللي تبغاه اليوم يطلع ترند تقدر، أي قناة وأي برنامج وأي أي اسم، هذا سهل سهل سهل. نسميهم حنا ترى المقاولين. طيب مقاولين يعني ترى مصر يعني يختلف عن مصر، سعرها غير عن الأردن تمام، وعلمك أنا وش المنطقة الأرخص تمام، والحين الحمد لله صاروا هنا في الرياض. تدفع لهم طال عمرك وارفعك ترند، وش اللي تبغاه؟ لو ترجع للتغريدات طال عمرك كلها مسابقات وهمية. يلا يا رب سامي راقد لا يسمعك بيطردك. ليه 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 خلي يسمع سامي ولا غيره، الكل يعرف يا رب ترندات امره سهل. انت المشكله ليش انت قلت الكلمه هذه وقبل يومين تاج ذا 200,000 تغريده يعني ما 200,000 تاج ايش تاج ايش تاج في تويتر يا ابو كاتب تاج حق مين؟ صدرته بيجيبك يا تاج حق ايش يا عبد الله؟ تاج البزنس 200,000 تغريده. اسمع افتح ما علي انا اليوم العشاء انا 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 ما كنت ادري والله انا ما علي ما علي ما علي عبد الله عبد الله انا 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 ما اتكلم عن بزنس ولا اتكلم جد رصيدك، انا اتكلم في تغريدات وهميه الا منك الان. اما ما تعرف يا عبد الله كم لك في السوشيال ميديا كم لك في السوشيال ميديا كم اللي في تويتر؟ 3 شهور بقى في 7 شهور من سكريبت في تويتر. بالله ما بالله ما تعرف، ترى سهل 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 انك ترفع اسم اي شخص، وسهل انك تدفع، وسهل انك تسوي احداث، وسهل كل شيء سهل في الحياه دام تملك دام انك تملك الماده تقدر.
طيب بس انت ما عبد الله اذا انت لا 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 انا اتكلم عن الترندات. لما تجي تقول لي والله تقدر تصير ترند وتقدر تصير ترند ليش، هذه سهله. انت ربطت الشراء التغريدات بكلام هذا عن شاهد، ربطتها انت كذا. انا ما علي، انا قلت لي عبد الله اذا بهاي تبغى اسمك اليوم اخليه ترند. انا كل يوم ترند حقيقي بعدي كذابي. نعم 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 يا بهاج. لحظه نعم يا بهاج، انت كل يوم حقيقي؟ حقيقي. واذا صورت لك فيديو، انها نصها ما هي حقيقي، مراهنه امام المشاهد، امام الحين قدامهم، اتحدى. اقنعني يا ابو. اصبر لا اصبر. يعني بهاج الاكلوبي وهمي. اي اسم يطلع ترند يا بهاج. بهاج مو انت اللي تدفع. أصبر. ترى مو بهاج. بهاج بهاج انا اسالك سؤال، لا تتهرب. بهاج انا اقول لك خلني اجاوب. طيب ليش ما تبغى اجاوب انت؟ ليش ما تبغى لا تجاوب؟ نار الله ونرجع تفضل. طيب انا اسال، انت تقول اي اسم وهمي صح؟ اي اسم يعني اي اسم ما تبغى انا اكمل. بهاج ما يدفع. فرضا انا فانز لبهاج، اروح انا اشتري. طبيعي يا بهاج، في محبين يتمنون الخير لبهاج، ترى ما هو ضرر هذا، بالعكس هذا منفعه، فيروحون يدفعون عن بهاج ان كان فريق دعمك او محبينك او ترى اكثر الجمهور يعرفون الطريقه هذه، اكثر الجمهور طيب يفهمون تمام. ويفهمون الطريقه هذه عشان يدعمون الشخص او يوثقوا له حسابه او يزودون شهرته، يتعبون علشان من الجمهور. يعني ما شاء الله الحين عندك في التيك توك، شوف كم الداعمين لك، كم واصل واحد دعمك؟ 8000 متابع الان. لا مو 8000، الدعم وش الدعم اللي يرسلوا لك الاسد وما الاسد والورد والاشياء. واجد يجون. خلينا اقول لك توصل 2000 3000 4000، هذا اللي قاعدين يدعمونك الحين بالاسد والاشياء هذه. ليش؟ محبين يا رب. هم محبين يا رجال بحسابي الوهمي عشان اطلع اكسبلور. وجهة نظرك. بسم الله عليك. بسم الله. يعني تعال يعني بزنس شاري. ما ادري، اسال سامي صاحب الاختصاص اذا هو شاري ولا صدق شاري. ارتجل ولا لا ما ادري. ارتجل بهاج. مو انت بهاج، انت مو تقول الحقيقه. ارتجل قسم بالله العظيم لو اعرف. ها وسالت ذا السؤال وانا اعرف والله لا اجاوب. براس امي. طيب انت ما تعرف، حسب عقليتك بتستوعب انه الان تاق البزنس 319,000 تغريده. ما ادري يا رجل الجنوب كم. ما ادري يا عبد الله والله ما أدري. لحظة بس خليني أقول لك شيء. بزنس تو اشتغلوا على طريقة محنكة، أكون معك صادق، وحتى قلت للشباب خففوا منها. أنا وجهة نظري شنو صار؟ صار السحب طال عمرك اللي هو النقاط من هاشتاج، توزيع النقاط صارت 2600 و2400 من النقاط اللي هم حقين بدون تحيز. صار كل مقدم يملك طال عمرك نقاط يوزعها للمتسابق ويصير السحب عن طريق الهاشتاج. من تبدا الصباح، فقره الصباح اتوقع من الطبخ الين الليل بدون تحيز، يصير السحب عن طريقها طال عمرك. هذا واحد. الشيء انت دقيت اشاره يسار طلعت يمين، بس انا بنشب لك والله علي الطلاق. ليش ما تبغى اسمع؟ والله ما خليك تطبخ خلاص. لا يشب لك انت ما ارتجلت بقرارك. ليه 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 بهاج بهاج شوي قلت اصور لك فيديو، شوي قلت انا البزنس التاق الاول الان في الشرق الاوسط 300,000. طيب لحظه انا لحظه، لو طلع احد من الجمهور. لحظه بهاج طلاق انك تسولف وانك تقص اول شيء جايبها. بهاج اول شيء خلني اكمل. بهاج اول شيء لا تكون ضعيف، طلق الله يرضى عليك. ما يعطي الرجال. بهاج 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 خلني اقول لك. لا 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 تنسب على شيء بهاج. يعني يا ابن الناس خليني اكمل. بهاج لا اول شيء لا تطلق، الله يرضى عليك يا عين اخوه. ان كان اطلق من محزمي وسلاحي عرفت. لا تطلق طال عمرك، الله يرضى عليك. انا طالبك وفي درجولك، جعل والديك بالجنه. جار الله يرفع قدرك. لبا انك ما تطلق. انا طالب طلب، انا هذه اكره دعوه اكرهها في حياتي، لان مرت علي مواقف فيها طال عمرك، وشفت عائله تفرقت طال عمرك بسبب الدعوه وبذل الحلف. تكفى انا طالبك. طيب اطلق طلب قبل لا تقام. تكفى ضحك اسمع تابعني. تامر امر يا عبد الله على ذا الخشم. والله انت تامر، والله العظيم يا عبد الله انت تامر على رقبه اخوك ابي مجاهر. ها وش تبغى اكثر من كذا؟ خليني اقول لك شيء بهاج. بهاج الحين انت عندك فيه هاشتاج طلع ترند يا عبد يا بهاج، وانت ما شاء الله صرت تفهم برامج الواقع وتفهم في السوشيال ميديا والاعلام وكيف تدار وكيف تصير محنكه وكيف تطلع بث ومتى الاوقات. خلاص فاهم يا بهاج،
مو بواحد توه جاي يبغى يطلع او يشارك برامج الواقع. انت فاهم الامور كلها. ولو تبغانا نتكلم اكثر يا بهاج فنحن ما حتكون من صالحك ولا من صالحي او من صالح اشخاص اللي نحبهم حولنا، صح ولا يا بهاج؟ فنتحفظ بهاج. لا مو بصح، تكلم علي انا يا بهاج، خذ راحتك، تكلم بحقيقه معي انا يا بهاج، مع غيري لا. انا ماني طيب، انا ماني بال انا 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 اقولها الحين للمتابعين. طال عمرك انت موجود في الرياض؟ نعم. طيب بيكون بيني وبينك لقاء وحنتكلم انا وياك وبعدين نطلع لك بث ثاني. النقاش معك جميل بس انك رجل تقص في مشايبها وتخاف. خلنا نكمل، خلنا نكمل وبعدين نتكمل. اول شيء بهاج، انت لما يطلع عندك هاشتاج ولا يطلع عندك ترند طال عمرك، في ناس محبين، المحبين هذا طال عمرك انت ما تقدر تمسكهم، ما تقدر تمسكهم اني انا اروح اشتري مشاهدين، اشتري هاشتاجات، اشتري ترند، اشتري 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 افعل. وهذا موجود في كل برامج الواقع وفي كل القنوات وحتى الرياضه، حتى الرياضه. انت لما تدخل الحين هاشتاج فرضا، خليني اجيب لك محمد ضرب صالح هاشتاج، تمام، انزل الاول هاشتاج يا بهاج، بتلقى انه كل الكلام اللي قاعد يصير تمام بعيدا عن القصه. تبغى انت تبغى انت تبغى تبغى تفهم السالفه، وش هو مضاربه محمد مع صالح؟ تتفاجئ انه والله الهاشتاج مسابقه ايفون مدري ايش ودعاوي واشياء واشياء، بعدين توصل للقصه اللي تبغاها. هل معناه انه هذا الشخص هو اللي رفع الهاشتاج؟ لا، ممكن في شخص مترصد للشخص هذا ان كان بالشين ولا الزين. يعني مثال اخر بهاج، فرضا ان شاء الله انك ما تصير في هذا الموقف، ولا بذكر اسم ثاني عشان ما تكون بهاج، ارتكب غلطه في السوشيال ميديا او في الاعلام وفي اعداء. انت بتقنعني كل اللي موجود عندك في البث هنا يحبونك 7200؟ لا، مو بكلهم، في منهم الكريه وفي منهم الحقود وفي منهم الحسود وفي منهم يتمنى طيحتك وفي منهم ما يتمنى لك الخير وفي منهم اللي يقص الحين مقاطع او مشاهد ثواني وينشرها ما تدري، تمام، يبغى يضرب بهاج طال عمرك، راح سواله ترند طال عمرك ونشر المقطع. وكل ما تسوي للترند بلوك تبلغ عليه في تويتر يرجع يرفع هاشتاج ثاني. هذه كلها هي الاعلام كذا يا بهاج. هذا واحد. الشيء الثاني طال عمرك، في جمهور طال عمرك هو اللي يساعدك حتى في توثيق حساباتك، ان كان طال عمرك يروح يكلم سناب ولا يكلم تويتر ولا يكلم انستغرام ولا تيك توك ولا يدعم بهاج بين قوسين. يعني اخوي اسلم، طيب حبيبي، انا لي اخوان رزقني الله فيهم، مسوين حساب في تيك توك اسمه اخوان بهاج، حلو حلو، مسوين حساب في تويتر صدقه الوالدي، مسوين حساب عطاءنا مع بهاج يقفون في حوائج الناس، والذي نفسي بيده اني ما اعرف شخص فيهم، والذي نفسي بيده ان لو تموت الان شهرة بهاج الاخلبي اني ما عاد ابيها عقب الشيء هذا اللي انا حصل لي، اقسم بالله اني ما عاد ابيها. بهاج ما يبحث عن إثارة الجدل، بهاج مو بدنفوسي ادنفس، بهاج ترى هذا اللي قاعد تشوفه الحين تواجه نفسه. أنا ما... بالعكس بالعكس يا بهاج، بهاج والله والله واصلني اسمك قسم بالله واعرفك ونعم فيك ولا هنون ربع. انا بعلمك بالصدق، انا داخل الاعلام برجالتي، بالشيء اللي ربتني عليه والدتي الله يطول بعمرها يا رب، امين. انا داخل الاعلام به، شوف اردي والرخمه وقليل الرابعه انا ما راح اجامله، انا ما اطرع الا مع الكفو، الرجل الكفو اللي نوم. انا ترى انا معرب خال وجد، انا لجيت عند قبائلي قالوا بهاج طالع مع ابو كاتب، بهاج طالع مع عبد الله الشهراني، ما هو بقايلين بهاج طالع مع فلان، فلان طالع مع فلان، فلان طالع مع فلان. احنا يا اخوي احنا رجال وعارف اللي واللي علينا. هذه النقطه حلوه من ناحيه بهاج، يوم تقول وهمي بهاج طال عمرك اعلى تاج وصلت له في تويتر. لا بهاج بهاج، انا ما قلت انك وهمي بهاج، تنبلع، اسمع اسمع، تنبلع تنبلع تنبلع، بس انت رجال جيت قلت يشترون. اكمل يعني انت خلصت؟ اكمل يعني انت تقول ان البزنس يشتري؟ هذا اللي نفهم. انا ساكت وقت كذا قلت كمل، كملت انا ما عشان اقول اللي عندي. انا اللي فهمت ان انت تقول ان البزنس يشتري. عبد الله الشهراني انت فهمت نفس فهمي ولا الله واحد؟ انت فهمت ارحب الله واحد صدق. ابو كاظم سكت يعطيها زوم اوت من فوق. لا والله لا والله لا، لانه بهاج بهاج كل ما اجي اوصل المعلومه. عبد الله الشهراني بعد اذنك ابو كاظم شوي بس، سالت بالله قول الصدق، وش فهمت؟
في ذمتك. لا تجامل عشان يرفيقك. لا والله الصدق هذا اللي انا فهمته وقلت لك انه مش هذا تغريدات 300 الف وعليها انا. طيب اقول لك حاجه طيب. انت تصدق اني انا اتفق مع كلام اللي قاله؟ كلنا انا اتفق ترى كلامه مع كلامه. طيب اقول اللي عندي ترى ترى الرجال ذا صادق يا اخوان. اقول الكلام اللي عندي. طيب يا بهاج اسلم. طيب نعيد نفس المحاور اللي قبل شيء يا بهاج وعبد الله. عبد الله قبل شيء لما يقول لي والله الهاشتاج وصل لهذا الشيء انا ما اقدر اجاوبك الحين يا عبد الله وانا ما دخلت الهاشتاج. انا لو ادخل الهاشتاج واشوف اقول لك هذا ايه وهذا لا. ولا اقدر اقول ببو كاتم ايوه يا بهاج يعني لحظه خذ خذ جوالك الثاني الحين وادخل معي طال عمرك تويتر. خذ جوالك الثاني ادخل معي تويتر خلينا نشوف اي هاشتاج. ايش الهاشتاجات اللي طالع عندك؟ ابو كاتم ترند يا بعد يا بهاج ان شاء الله يكون في قلبك ترند قل امين. لا ترى ما امزح اقسم بلانك ترند طالع عندي. البزنس 319 الف ابو كاتم سوى ما هو طالع عندي اقسم بالله انه طالع لي ابو كاتم الاجواء الحلوه منصور البلو يلا منصور البلو. لا حدث 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 انا طالع عندي يوم العلم عندي ارفع الخفاق الاخضر اعلام يضرب مشجع وزاره التعليم. انت بمجموعات المتداوله ولا لك؟ الموضوعات المتداوله خوينا الصين. لا الصين كلهم الصين 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 وش وداك الصين غير حط السعوديه المتداول في جميع انحاء العالم. لا حط في السعوديه المتداول في السعوديه عدلها من عندك يا بهاج. كيف؟ نتواصل مع فريق الدم نرد لك. كيف اضبطها؟ اضغط هناك الاعدادات يسار فوق. ايوه. اول شيء ادخل على المواضيع المتداوله. بعدين الضبط يسار فوق، بعدين عندك موجود تغيير الموقع الجغرافي. دقيقة يا حبيبي. الله واحد لبى قلبك، وين اروح؟ العلامة الإعدادات الخصوصية. لا 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 ادخل أول شيء ادخل على الهاشتاجات تمام. حلو مو بلك المواضيع المتداولة ضغطت عليها صح؟ ايه. في فوق شوف على اليسار في ضبط. نعم اضغط عليه. ضغطت عليه طلع لي المواضيع المتداولة وصلت اطفيها. حط اي طفها. طفيتها وتحتها حط السعودية. سعودينك يا شيخ خوي انا حاط سنين ظني يعني وني عن بطنك. لا خليك بس وني عن بطنك. وين السعودية؟ بالعربي مكتوب كله انجليزي. لا انا سعودي عربي. سعودي عربي. لا بخا اشمس يا السعودية. اروح موضوع التداول. الاول يوم العلم. 600 الف تغريدة. ارفع الخباق الاخضر. ثم البزنس. ثم ابو جبل. ثم ادخل على ابو جبل. ادخل على ابو جبل. ابو جبل السابع. السابع ادخل عليه. انزل انزل لتحت بدايه الهاشتاج. هل احدث ولا الاعلى؟ لا 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 انزل تحت. اي تحت تحت. اخر شيء كلها سوالف. ترى انا بهاج بهاج اللي بيني وبينك الحين جالس اقول لك مو تحدي بس عشان تفهم بعض التفاصيل. انا اتفق بك. بعض بعض الحسابات تكون منشأة لها 23 أو أمس تمام هي اللي ترفع الهاشتاجات. لا هي حسابات هي كذا. أنا ما أقصد إنه أنا ما أقصد شوف أنا ما أقصد إنه بهاج ولا أي قناة أو أي منصة أو أي أي اسم طلع في ترند إنه والله هو اللي سواه. ما أكون أنا اللي سويته بس في إمكاني. في ناس تدفع. في إمكاني يعني خليني أقول لك يا بهاج. بهاج نزل اليوم تغريدة طال عمرك أقدر أوصل اللايكات فيها كم يبغى 1000 2000 3000 والردود نفس الشيء أقدر أحط لك ردود. إيش تبغى أكثر من كذا؟ بحسابات حقيقية على حسب تبغى حسابات حقيقية مبلغها فرق ومبلغها وحسابات وهمية مبلغها يفرق. والله صدق يا بهاج انا اتكلم معك بواقعيه. ليه؟ خليني اقول لك يمكن بعض يمكن حتى انت بهاج صاروا عندك بعض اخوانك في تقنيه المعلومات او هاكر او غيره. انا يعرفون التفاصيل منذ 4 ساعات. يعني ال 1600 ذولا بهاج بهاج انت ليش ماخذ الموضوع انه انا اتكلم عن بهاج؟ ليش لا انا اسولف معك يا مسلم والله اني ابي اسولف. ايه؟ وقف أسلم. والله اني ابي اسولف. غير التغريده ابيك تفيدني. ال 2600 ترد هذه اقدر انا اخليها 2000 1600 اقدر اخليها 2600 تقدر
كذا ما حد بقافطني. تعرف ليش؟ لان عندي 1600 حقيقيين زيدهم رقم ما حد يقبطك. بس السؤال وين انت ما تحتاج. ابو كاتم تعال. كم في بثي؟ كم في بثي؟ يلا لبيه. 6400. طيب لو شريت، الله يزيدهم يا رب، لو شريت 2000 زيادة تقدر تقبطني؟ على حسب، لازم تدخل على الحسابات تشوف الحسابات هذه وش هي وهمية حسابات. ما تقدر تقبطني، تعرف ليش؟ ليه؟ لأن فيه 6000 حقيقي وفيه مكبسين وفيه شيء والمشاهدات اللي تطلع تدخل الحين على المشاهدات. اي بس التيك توك، التيك توك، التيك توك حاطين لك، حاطين لك عندك تقدر تدفع فلوس وتزيد المتابعين وتزيد لا كلها. لا مو بذا، تدفع الواحد ثان. هو تدفع، هو الدفع هذا لابد منه يا بهاج. خلنا اقول لك، مع والله يا اخي في كل مكان عبد الله، هو الترويج كل مكان الترويج. يعني الترويج لا، فيه ترويجي هذا يجيب لك صدقيين، فهمت؟ انتوا اخبر، شوف شوف، خليني اقول لك يا بهاج، انتوا ممكن اخبر مني في التيك توك ممكن، بس انا التيك توك قريت عنه نفس الشيء ترى. في يا بهاج تقدر والله انت قادر يا بهاج، بس بهاج ترى مو بهاج اللي يسويها، محبين، محبين ابو كاتم. يلا ابغى اتكلم عن ابو كاتم، خل انسى، ممكن محبين ابو كاتم ما دام ما ادري من في محبين يكرهون كل الناس ابو كاتم، يدفعون له، يروحون يدفعون، ترى والله يدفعون عشان يرفعون هذا الترند. انا لما يطلع عندي ترند والله اسم صالح تمام، ويصير ترند ترند اكثر من مره، انا ابغى اشوف منه ذا صالح. هنا زياده متابعين له، زياده شهره، اي متسابق او اي شيء. الربع يسمعوا كلام ابو كاتم، فكل الناس تقدر تدفع وكل الناس تقدر ترفع هاشتاقات، طبيعي ترى، وصايره من زمان، من يوم ما طلع تويتر طال عمرك كل هاشتاقات وارد في هذا الشيء. بس هنا السؤال، انا انت تقدر تدخل تشوف، تشوف المتابعين. فانا هل تتوقع او انت يا بهاد انه عندنا الوقت الفاضي انه انا ادخل واروح ادور فاضي؟ انا الامور هذه عندنا اشياء اهم في حياتنا، فما ما نلتفت للامور هذه. بس الشيء هذا معروف ووارد كل عند مشاهير السوشيال ميديا. بس انه حلو يا ولد، الله يوفقك اذا تشوف انه حلو والله العظيم. انا ماني ضد اي شيء، انا ضد نفسي بس، محاربه مع نفسي. يا ولد يزيدني شهره، وانا رجال اداره الجدل واحب الشو. لا لا لا، ما هو بجوك يا بهاج، مو بجوك. اعرف اعرف بهاج كيف قاعد يمشي في مسار الاعلام. فريق الدعم علي الملازيم، انتم عطاءنا مع بهاج، اخواننا مع بهاج. والله لما تظهروني ان قام الرجال كلامه صادق، كل يوم تظهروني ترند نسوي دفه يموت عدو. ليش تطلبهم يا بهاج؟ العكس، اعلانات ولا ناس حقيقيه؟ والله الثنتين، والله لا تفضح. اسمع والله اني لو اوصيهم يشتروا ومين طلع فيها. بهاج 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 بهاج، سالتك بالله في هالساعه، تعرف انت ولا تنجن امانه؟ في ذمتي دي ما اعرف. لا والله يا بهاج المفروض تسال الناس كلها، هو معروف الشيء هذا. اسال الجمهور هنا اللي يفهمون في كل الهاشتاقات، اسالهم اسالهم، قلت تعرفون موضوع انك تقدر تشتري هاشتاقات وترند وهذا؟ خلنا نشوف يعرفون ما يعرفون. غالي، وانا اقول ما يفتحون سبيسات. كم تقريبا يسوقون ما علينا بعض الناس حقين برامج الواقع القديمين، يطلع لي ترند وما فتح. بهاد بهاد لا، ما اقدر اسالك على الخاص، زياده مشاهدات زياده متابعين، ما قلت جاك على الخاص زياده مشاهدات زياده متابعين. لا والله ترى والله يا ابو كاتم والله اني ما افتح الخاص، اقسم بالله. شوف اكثر ما يقولون ايه معروف، ما يعرفون بعضهم. ها واحد قال لك 300 ريال، اي نعرف بس ما نحتاج. انا ما اقصد يا جمهور متابعين بهاج انه بهاج في ذا الشيء، انا مع ابو كاتم لا تشدوا مستحيل انه داخل بثي يكرهني ولا داخل معي انه مشخص الموضوع معي. لا والله انا احب البراء. لا والله يا ابو البراء الناس تشتري يا ابو البراء، وانت غاطس رقبتك غاطس في كتوفك تدربي راسك ما ادري وين انت اشتري مع الريجيل يا الحبيب. فريق رونا وصيته علي الملزم ابو البراء. مين سعدي قحطاني؟ ابو البراء ايه، سعد القحطاني هو اللي دعمك قبل شوي. ايه صار غني، صار غني شاري بيت الله يبارك له. بس لا لا جد جد جد، سعد القحطاني هو اللي دعمك قبل شوي اي او لا؟ هو ترى الدعم اعطاك اياه، ما اعطاني اياه. ليش ما اعطاك؟ كارهني. لا سعد صار غني وانا ما ادري، هذا موضوع ثاني لازم اتكلم وياه اليوم. اسمع تصدق ابو كاتم لو انه ما فتح سنابه ورد علي كان ما شفت بهاج لك منو؟ سعد سعد والله سعد اذا طلع بقول لك عنه شيء.
يا سعد يا زينة سعد، والله يا سعد انه اخ اخ بمعنى الكلمة، رجال ولا تهون انت بحاج سعد ونعم فيه والله. مسعود اقول لك شيء يا ابو سالم، انا ما اثق بالشيء ذا لا انت ولا عبد الله، واشوف غرايب عيونكم. تصدقون يعني لا رسالة سعد القحطان ما خويته شخص اسمه بهاج الاكوي، يمكن خجلنا والله. الله يسامحك يا سعد، يا سعد على انك قبل كم مرتاحين ها. المهم المهم انا تشرفت والله وانبسطت. لا تروح لا تروح لا تروح، سعد القحطان يبيك. لا يا اخي فكنا منه، تكفى بيدخل يضحك والله ما يضحك مع هذا الصباح. ترى نجيب العيد والله، انا وهو في كم واحد والله نجيب العيد والله. دقيقه خليك موجود كم دامو انا دخلك برنامج الطبيبه دعم، وطال عمرك بيرجع يرسل لك على السناب بيقول لك رجع الدعم. من هو ده؟ ابو خالد ارحب. ابو خالد وش من هو؟ تستاهل تستاهل يا بهاج ارحب مليون. ويلكم ابو خالد. ارحم مليون توي القمر بانبان. ارحم الله ارحم ارحم مليون والله انه مرحبا في دمت يا مرحب. وش مبغاد من قريب لبى والله خشمه. بيدخل سعد ولا خلاص؟ ايه جاي جاي. ارحم مليون خلنا نشوف السيارات يتفحط يا رجال. ارحب والله انه مرحبا. مرحبا يا ابو خالد. هو ابو خالد مكتوب ابو خالد بالانجليزي؟ اي مكتوب بالانجليزي ابو خالد. دقيقه وين ما يطلع؟ ما همي مخفي مخفي. يعني كيف مخفي؟ ما يطلع يقول لك وهمي مخفي. الله تو القمر بامبا. وينك؟ اشتقنا يا ولد. وين؟ انا اهدي لك رجل. بس انت ليه كيف قلت كذا؟ اري 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 ما يبي مخفي يعني ما يظهر ما يبي حد يعرف يعني الحين يتفرجيك يا بحر وانت سمعنا برا فهمت؟ عادي في ذمتك مخفي معك سوى يجي كذا ها ام او هاي صدق خاف خاف الله الله علي ارحم مليون والله يا رب والله خشمي مسعود الله مسعود تجارك تجارك انا لا على كلام خوينا انا والله ما ادري شاع شاع يا ولد وين ابو البراء والله انا مرحبا ملايين ارحب خلود دقيقه ها امس صارت انا وياه بدمتك ما هو بداخل ما هو بداخل بدون دم يخاف من ابو كاتم يخاف ما يواجه العب ابو كاتم العب اقعد ابو كاتم العب ابو كاتم يلي ما تدري اذا حضر بس تقدم فقرات وتمشي اذا حضر الماء بطل التيمم اقعد ابو كاتم كاني شايف كنت عندك حساب واحد تدخل عندنا وتتغرب كاني شايف وين قول اللي يقول لي ابو زلف يا منو؟ هذا اللي يقول اسمع مسعود ايش يقول؟ طلع طلع سعد سعد افتش ادور له لا سعد الشهير تكفى خليه يتعرف يا ابو كاتب مو موجود سعد الشهير يا ابو كاتب عز الله سعد الشهير دخل طلع مو موجود بيحجر ابو كاتب سعد سعد كان في سكريبت بعد نعم ركائز ما عندك سكريبت سعد ابو كاتم والله لا التفت اقسم بالله اني لا التفت لك اسمع لبي لبي وانت في خاطرك تقول الله يدبل شبتك لا والله لا يا مسلم لا تسوق ما علينا انت ترى في نفس القوقعة مثل اللي لاعب في الهلال نقول ميده تعرف محمد نور يا محمد نور هذا من ما اعرف هو اللي حقق اسيا صد رد ما ما شبه عليه المشكله يعني انت حق برامج واقعيه ولا تعرف سعد الشهري ما تعرف والله قلت لك والله ونعم فيه والله ما اعرفه والله والله حلفت والله العظيم والله شوف شوف ابى اقول لك شيء طيب زياد الشهري تعرفه
بتقول لا يا زياد زياد لانه شاركت معه في نفس البرنامج يا عبد الله، ما في مقارنات عبد الله. اذا المقارنات تبغى تحطها صحيح، هذا احد ركائز البرامج الواقعيه ونعم فيه والله يا تشرف والله، ولكن ما اعرفه. انت ليه تبي تزعلني؟ يعني اكذب يا بهاج؟ اي واحد اقول ايه تبغاني اقول ايه؟ اسلم اسلم، ايش تبغاني؟ ايش تبغى يا بهاج؟ بس امر انت. طيب ليش طلبت اني اعرفه؟ قاعد اشيري في السكريبت على طول كذا، ليش طيب اربط اسمه في السكريبت؟ طيب اصل بس زياد شهري، اقول لك شاركت معه في قصيدتك خمسه. ما شاء الله اخو مسعود لا تجعني. تعرف احمد رحيم؟ في واحد هنا ايش يقول؟ لا خل تعال اسلم. تعرف احمد رحيم؟ احمد رحيم اسم متداول مثل بهاج عندي، ولكني اعرفه شخصيا او اني شفت له او شيء. لا ما تعرف وجهه؟ لا صراحه. طيب بهاج اقول لك شيء، وجهك مر علي اكثر من مره في تغريدات انك مقدم في زد رصيدك يعني قريب، ولكن 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 نسيت يا بهاج الى ما قلت لي انا مقدم. حتى سالتك قلت لك بهاج ليش انت طلعت من هذا؟ قلت لي لا انا مقدم في زد رصيدك. لا قلت لك اسف انه انا انت كنت ناوي. لا كنت اسالك عن برامج الواقع، انك ليش طلعت منه زي كذا؟ قلت لي لا انا مقدم الحين موجود في زد رصيدك. لا 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 لا, 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 لا. انت 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 تدري اني في زد رصيدك مقدم، حلو بس انت كان مقصدك قناه الواقع. جيت انا لا تسيء الظن يا بهاج. لا 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 ما اتكلم كواقع، ما اسمعني اتكلم في برامج الواقع. ايه لا تقعد تجاوب علي يا ولد. اسمعني اسلم، والله العظيم لو ماني بحبك لو اقول ميدك انت ايه تسوقها، انت تسوق. طيب اسلم والله يا بهاج بكيفك، عاد انت تجاوب بكيفك وانت اللي تشوف يا اخي. اما بهاج انا اتكلم معك بواقعيه. لا 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 ترى مو معروف. طيب تعرف سلطان الهميلي؟ قلت لك والله ما اعرف والله في السكريبت. طيب اقول لك حاجه، ابى اقول لك شيء نسخه سكريبت قدمت فقره لحظه قبل اسبوعين سكريبت. لحظه يا بهاج قدمت فقره برامج الواقعيه عليها شخص انا ملعونه والدي. لا والله لا تسيء الظن يا بهاج، لا تسيء الظن. ابى اقول لك شيء قابلني ثلاثه بهاج وانا طالع من فقرتي، والله ما اعرف منهم، سلموا علي وعرفوا باساميهم، والله ليومك ابغى اتذكر اشكالهم، لان كنا في مكان كذا في ظلام، احنا طالعين من المزرعه. طيب انت قبل عرف بهاج من بدايه صح انه كان مقدم صح؟ بهاج عرفته من بعد ما اسمه صار يتداول ايام يوم كنت في الميركة او بعد الميركة اتوقع، فاسم يتداول عندك اكثر من مره. ما هو قصور في احد او تقليل من احد، بس لما يتداول عندك اسم اكثر من مره هذا الشخص منه تبغى تشوف منه. فمر علي الاسم اكثر من مره وتابعت سناب سعد القحطان وزياد، توقع حضروا لك مناسبه او حضروا لك شيء. الله يسلط عليك، انت فاتح معي بث في التيك توك قبل زواج فالحق. خل بهاج يوم انياك سولفنا، خل انياك يوم سولفنا في البث. كيف زياد وسعد حضروا زواج اخوك او زواجك او ايوه صح؟ اي نعم صادق. اي كنت اتابع سناباتهم طال عمرك، وقتها شفت سناباتهم بهاج والبث اللي دخلناه وياك اخذته واعطيته بهاج. صرت انا اعرف لما ادخل، زي الحين جيتك انا دخلت عليك يا بهاج، انا اعرف منه بهاج. ما جد دخلت والله كذا وادخل انياك وبسولف انياك وناخذ ونعطي. لو شخص غيرك يا بهاج انا ما دخلت، اني ما اعرفه. وما الشيء هذا ما يزعل، في ناس ما تعرف ابو كاتب ترى. لا ابدا اذا تبي الصدق والله ما يزعل. بس تبي سعد تعرف سعد الشيري ذا؟ اي هذا طال عمرك اللي عرفت الشخص اللي جاي بيسوي ليها فيها بطل ولا حد يعرفه. انظر هذا هو سعد الشيخ. قلب عليه ذا، في شخص انها معه. شو فيك يا بهاج؟ ايش دعوه؟ حقيقي لا طلع تكوى جيبه تكوى خليه شيله. ايه ابو كاتب تكفى اضغطه، ترى ما جاك في وجهي. شفت سعد الشيخ ذا؟ لا يسلم مسكين ما عندي شيء يقدمه.
الا انا عنده شيء قولوا شو بهاجت من جده ايوه بس خلاص انت المحتوى خلاص هذا المحتوى هذا محتوى هذا المحتوى شمالك 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 وكذا وما ادري ايه قلت مسعود من جده ابو كاتب انت من جده قول ايوه دز ابو كاتب مسعود انت من جده مع الرد ابو كاتب مع الرد 100 طلع ابو كاتب اخ حب طلع كاتب طيب سعد والله شهري جالس اشوف حسابه والله ها شيكت ونعم فيه والله والله ونعم في سعد اول مره تشوفه جاه صح رايك فيه هو حقيقي سعد 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 اول مره اشوف وجهه اول مره اعرفه صراحه طيب ابحث اكتب عبد الله الشران يطلع واكتب عبد الله الشران يمكن قد عرفني تركز ابو سعد زين ابو كاتم تعرف مسعود ونعم والله يا مسعود ألقى مسعد شهري أنت خمت عشان ما يكمل نطلع صوت الصوت سعد أنا ما راح أطلع شخص مع إعلامي كبير ما يعرفك فلا ترسل وردة يعني شوفوني عطوني قصة الشخص هذا ما يعرفك ولا يعرفك لا 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 بهاج لا لا ما أبغى أعرفه لا لا أنا أبغى أعرفه وبالعكس أتعرف وأتشرف فيه هو والربع اللي عندك كلهم لو تبي تعرفه فحتى أنا ولكن لكن أنت رجل في زمن قالوا فيه الريجي رجل صريح وتعجبني رجل قادر لا قدح على سعد قدح على سعد كف كف لو سعد فيه خير دخل معك إيه. نرسل سعد شهري قصة لا لا ترسل يخس لا انت ترسل يرهب يخاف الله لا يحط يدك مسلم يا بحاج سعد الشهري الافضل سعد الشهري الافضل وانت مرتي الدومي بسرعة الباص لا لا الروضة الساعة 9 دوامي لا ما يفتح بيت في الساعة 9 قل لي ديب ديب لا 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 ابو كاتم طيب بهاج بهاج انا اسلم حلوه يا عبد الله لا ما هي بحلوه توني بقول انا بقول طيب واضح انك تلقى لها يا غبي ابو كاتم اسلم اطلع شيك شيك على حسابات ابو كاتم سؤال ابو كاتم لبيت انا اخو لبيت حد انت صانع قدر صد حبيبي ولدك اسمه كاتم ولا لقب لا لقب لقب هم سمي ولدي كاتم لا لا تقول لقب لا ولد اسكت اربحك قول لقب ابو كاتم كم صار للقب من 2015 من لقبك سامي سامي الفكره والاسم سامي وكيف صار يعني له فضل كبير عليك سامي هذا ما نفسك له فضل علي سامي 30 سنة نعرف بعض أكيد إني بقول له فضل عليه صانع الأسماء يعني أنت عمرك 50؟ لا طيب كيف تقول 30 سنة؟ أقول لك كيف 30 سنة؟ أنت تقول 30 سنة نعرف بعض السؤال اسم ولا قصدك سامي؟ سامي 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 أعرفه حنا صغاف حي واحد يعني أنت عمرك 50؟ ليش 50؟ ليش قاعد تحط العمر بكيفك؟ أنت عارف مواليدي كم عشان تحسب؟ حلو مضبوط يعني طلعك بهاج 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 طيب بهاج على اخوه اسمعني الرجال يقول انا اعرف سامي من 30 سنه حلو طيب يعني يوم كان عمره شهرين اعرف سامي بالحضانه وش تدري انت عارف كم عمري انت بهاج ما تعرف تحجر يا بهاج والله احترامي لك لازم تعرف طريقه دقيقه لو سمحت دقيقه الرجال يقول 30 سنه حلو يعني كم تتوقع اني اعرف سامي من الولد من عمره 18 19 من يوم ولده لا لحظه بسوي لحظه بهاج انا مواليد كم 1900 وكم هذا على مزدوج ابو كاتم بهاج ابو كاتم صار انت سامي الجوني جاي على الشو بهاج لحظه اعرف مواليدي كم بعدين تعال قول لي عمرك كم ثنائيه مقلب اسمع انت مواليدك 1400 ثنائيه جت على الشو 1986 لا وصلت للشو انه يلبسه كمام الضعيف انبشه من طول حياته هو بكمام شفت سامي جعولي الان ام الغلبه الله يلعنك يا سامي الله يلعنك يا عبد الله بالعكس بالعكس شوك تم شخص ام الغلبه حياتك مقيده يا ابو كاتم والله لازم تطلع من برا عبد الواقع بالعكس بالعكس شوف ابى اقول لك شيء يا عبد الله انا اقدر افكر كمام اليوم قبل بكره بل تقدر بس المدخول اللي عندي بس بهاي لحظه المدخول اللي عندي الحمد لله المدخول اللي عندي ما يخليني ادور داعمين طال عمرك المدخول اللي عندي ولله الحمد واللي حصله ما يخليني ادور داعمين ادعموني لان انت الرد ممكن يوجع
ابو كاتم 50 سنه مكتوم من سامي يدعوني لان امي قوه. انت لو تفتح الواتساب الحين تلقى رساله من سامي تم اعتمادك في سكريبت اذني. وين كل شيء مكتوم. الحلقه الاخيره من برامج الواقعيه تدري وش هي؟ سامي بيطعن ابو كاتم. تدري الحلقه الاخيره وش هي؟ تفك الكمام. خلاص انفك الكمام وجيب ذيك قطعت طاح طاح. الحلقه الاخيره بيفك الكمام بيطلع املط. ابو كاتم تصدق تصدق من الاسباب اللي يخليك ما تشتغل مع سامي انها مهددك بصوره. بطري ابو كاتم لما قلبه خلاص ما اروح والله يا طالع صور يا ابو يا سامي انا بروح زد رصيدك. لا هذه صوره مصوره في الحاره قبل 10 سنين ابو فيه. انا بعد عن كيف صداقه كان يقعد مع ابو كاتم. ابو كاتم كان القاعده في الحاره وسامي يسيب يسطرون هديه يستفز ابو كاتم يجي ابو كاتم تعال. انا بحلم ايام دراسه. يلا اسال 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 يا مسعود اسال اسال اسال. ايام دراسه كان ابو كاتم كرسيه وين؟ ورا القاده. عبد الله ارسلت؟ لبيه ارسلت في السناب؟ ما ارسل اخ نوره قاعد يصرح يقول ابغى سناب كاتم. الله يلعنك ابو كاتم. لا لا ما ابغى ما ابغى ما ابغى احط هنا بعدين يجي بعدين يجي يقول بهاج تنتشر على تنتشر على في حسابي. ارسل لي على الخاص. قلبي ابو كاتم ما اسمعك ابو كاتم تراني اسكح شوي. ويش؟ الرجع الرجع يقول دخلني قسط عادي يا ابو علي ما حد يعرفك. سعد سعد اقسم بالله ما دخلك قسط على الضحك ذا مع ابو كاتم انه مره مالك مجال معنا. لا انك غير وغير مقبول ما نعرفه. ابو كاتم ما يعرف. ابو كاتم اقسم بالله سعد اقسم بالله ان سبب عدم دخولك قست انه ابو كاتم لانه ما يعرف. راح يكون الوضع رسمي. بطلع انا لا بطلع 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 وخليه يدخل. بالعكس سعد يستاهل والله. طلع قبل البث طعمه. تطلع يلا اطلع الحين قبل البث. خدت لا لا دخله معك طال عمرك. لا والله خليه. ماني معطيك من الناس في حساب بهاج عشان ما يقول انتشرت حسابي. يا رجال احس بيقول حسابي خاص. ابو كاتم ترى معرفتي مع سامي جدا مقربة. برسل له يرسل لي الصورة. اكتب بوكاتم. كتبت بوكاتم. ما يقول له لي ما بغي يجرح نفس ما جرح. اكتبه مضغوط. لا وش دعوة اجرح. طلع لي سيف كله بكتبت. طلع لي اديسون طال عمرك. هذا هو جاك ارسلته. طلع لي الرومانسية. لا مبروك. ارسلته يا بهاج. يا طول موضوع استراحتكم. عندكم استراحة نسوان عنده ذلي. اي تم تم. لا والله انا ما العشاء عندك. ابشروا ابشروا تم عذر خاشم العشاء عندي بس مو في الاستراحة. استراحة ما هي استراحة. احنا ندور اسمع احنا ندور تفاعل ودعم على حسك. نبي نجي ونبث عندكم في الكمام. يمكن اسوي تحدي ارسلوا 10 سود وفك الكمام. لا كذا سامي تقطع رزقنا كذا يا بهاج. تقطع الرزق انت. تقطع الرزق والله. بنتعشى عنده بس بشرط لازم نعرف على سعد الشيخ. الله لا والله تشرف يا الربع. والله تشرف في الربع كلهم والله العظيم. ولا تلوموني اذا والله في احد ما عرفته. والله يا ابو كاتم لو تعرفه تعيفنا كلنا. والعذر والسموحه والله من كان يا مسعود ولا عبد الله ما عرفتكم المره الاولى. فبهاج حتى عرفت من قبل الحين معرفه جديده نصير كاصدقاء في الاعلام. فهمت؟ قبل ممكن تقول متسابق وانت سلطه وكذا. لا الحين مره زينه. فهمت؟ هذا والله لو جاني في السلطه لا ان يفصلني. يفصل معك ناس اول. اي حرام. ارحب. ليه ليه؟ والله خشمك ابو كاتم. لبانك طال عمرك. المهم تشرفت فيكم جميعا. ابو كاتم ما اصبر طال عمرك. ابيك ابيك ابو كاتم. اسلم يعني اخوه. شو اسمه؟ قبل عاد يسولفوا العيال ابو كاتم يعني ما اخلى منك. عيال استاذنكم جميعا شكرا لكم. شكرا لتواجدكم. انا اسف اذا اخطيت على احد او زليت على احد سامحوني. ونشوفكم اليوم ان شاء الله باذن الله. عاد ابو فالح خلص من ابو كاتم طفل. انا ابو كاتم موفقين مره اكتفيت. اقسم بالله اني استمتعت جدا معك ابو كاتم. يا بادي موفق يا اخو. صار والله في البث من باب انك اخونا ومون عليه. انا تمون يا عبد الله والله تمون. انت بهاج ما يعلم بالله وانا من متابعينك من يوم يصير. يا بعد يا عبد الله موفق يا مسعود. بالعكس يا عبد الله موفق يا مسعود. الله يسر امرك. انا اخواننا اللي يتابعون البث الله يوفقك.